بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معاكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض لايف ستريم يا رب يكون مفيد ليكم. أنا كنت عملت لايف ستريم قبل ده، بس كان في تعليقات كتير جدا، فحاليا أنا خليت التعليقات تبقى أقل شوية، ماشي؟ على أساس بس إن ما يكونش فيه أي إزعاج ليكم، ونكون جاهزين للمذاكرة بتاعتنا أول بأول، يعني ما يكونش فيه إزعاج، لأن أنا خدت بالي بس إن كان في الناس بتقعد تكتب في الشات، ف ما كانش حد مركز يعني، ماشي؟ فهنبدأ كده بسم الله الريفيجن بتاعتنا. الريفيجن دي هدفها إن احنا نفهم بس مجموعة من الأسئلة المهمة لو أنت عندك امتحان بكرة أو بعد بكرة، ماشي؟ التعليقات عندكم معمولة كل دقيقة ليك تعليق، فيعني ايه ما تكتبش التعليق الا ما يكون مفيد يعني، ماشي؟ طيب خليني كده افتح ملزمة الريفيجن. طبعا هو انت مذاكرتك من اي حاجة صح، يعني انت لو ذاكرت من اي مصدر، ماشي، اي مصدر انت هتذاكر منه صح، الامتحانات مثلا، الكتاب المعاصر، كل الحاجات دي صح، ماشي؟ في اسئله نزلت تبع حصص مصر وكلام من ده، حلوه جدا برضو، جميله. فاي حاجه انت هتذاكر منها هتيجي منها اسئله ان شاء الله. الناس كانت بتكتب لي ان هي متوتره وقلقانه، وده طبيعي جدا قبل اي امتحان ان انت تكون متوتر او قلقان او كلام من ده، بس بنقفل كل مره، بنقفل وان شاء الله هنكون يعني هنكون جاهزين للامتحان ان شاء الله. حاول بس تركز معايا في مجموعه الاسئله اللي انا عاوز اتكلم فيها دلوقتي. انا هبتدي اعرض ملزمه الاسئله اللي انا عاوز اشتغل منها، فركز معايا كده. انا عندي هنا في الملزمه بتاعت الفاينل ريفيجن، لو معاك ماشي، مش معاك خلاص يعني ما تقفش كتير قدامها. ولكن انا في اسئله معينه انا عاوز ان انا ابص على الاسئله دي، والأسئلة كتير يعني، في أسئلة كتير جدا، بس في نوعية أسئلة بتيجي والناس بتبقى مش عارفاها، يعني في أسئلة كده بتيجي والناس بتبقى محتارة، طب أجاوب إيه أو أعمل إيه. طيب الأسئلة في الطبيعي بتاعتها إنها بتتكرر، فأنت لو معاك الملزمة بتاعت الفاينل ريفيجن وبدأت إن أنت تحل فيها، هتلاقي إن شاء الله إن أنت يعني عارف إيه، عارف تحل. فدي كانت مقدمة كده لازم أقولها عشان أطمن الناس. فأنا بس هاخد رأيكم، الناس عاوزة نحل مسائل ولا نحل ساينتفك تيرم ولا تشوز، ولا شايفين نحل ايه بالظبط؟ يعني انتوا اللي انتوا واقفين قدامه دلوقتي، انا هاخد رأي الأغلبية كده، الناس ايه اللي واقف قدامها؟ يعني انت في الأغلب ايه اللي واقف قدامك علشان، او الحاجة ايه اللي معطلاك، الحاجة اللي انت حاسس ان هي ملخبطاك بمعنى أصح؟ المسائل، يعني في ناس كاتبالي ان هي المشكلة عندها في المسائل الكيمستري. مفيش مشكلة، تعالوا ندردش في المسائل. انا هقول لك كم الامتحان هيجي سهل. يعني ايمن نصر بيقول لي الامتحان هيجي سهل. الامتحان هيجي سهل ان شاء الله جدا، وركز كده ودايما خليك واثق في نفسك وحط كل تركيزك في الامتحان. الاول تحل اللي انت عارفه، وبعدين تسيب الحاجات الصعبة تقعد كده ايه تاخدها بالراحه كده. طب خلينا ناخد بروبلمز كده، يعني ناخد بروبلمز كده اساسيه جدا، اساسيه جدا ما ينفعش ان انت تتلخبط فيهم. قبل اي شيء، في حاجات الناس لازم تكون عارفاها. يعني مثلا انا عندي تلات قوانين، التلات قوانين دول تلات قوانين مهمين جدا. بص بقى، انا عندي قانون، ماشي، القانون بتاع حاجه اسمها انتنستي اللي هي الاي، الاي ايكوال دبليو over Q، سوري، ال I equal Q over T، ال I equal A، I equal Q over T، ماشي. وفي قانون تاني بيقول ان W، سوري، ان ال V equal W over Q. دول ده القانون التاني، ركز معايا. القانون التالت بيقول ايه؟ القانون التالت بيقول ان ال R equal V divide I. دول التلات قوانين انت ما ينفعش تخش الامتحان بتاع بكره الا، او الامتحان بتاع اي وقت انت عندك، الا ما تكون مذاكر التلات قوانين دول. طب ايه القانون الاول؟ ولو سمحتوا بقى الناس اللي بتكتب في التعليقات
انسى دلوقتي التعليقات وركز معايا في الايه، في الكلام ده، ركز معايا هتلاقي الموضوع سهل جدا. طيب يقول لك ايه، انت عندك حاجه اسمها اي ايكوال كيو اوفر تي. ايه هو الاي؟ الاي هي الانتنس، وايه هي الكيو؟ الكيو هي الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج، والتي هي التايم. طيب الفي، الفي ايه هي الفي؟ الفي دي اللي هي البوتنشال ديفرنس. البوتنشال ايه؟ البوتنشال ديفرنس. طيب البوتنشال ديفرنس ده بيساوي ايه؟ بيساوي دبليو اللي هو الورك اوفر الكيو. ركز معايا، ركز جدا، عشان اللي انا هقوله ده احتمال تلاقي اسئله منه. والار ايه؟ الار ده في اوفر ايه؟ اوفر اي. طيب هو بيجي في الامتحان مساله، المساله بتبقى شامله الثلاث قوانين دول مع بعض، او شامله مثلا قانونين منهم. طب ازاي يا مستر الكلام ده؟ يجي في مساله، يجي في مساله، المساله دي تقول لك ايه؟ والله انا عاوز احسب مثلا الفي، عاوز احسب الايه؟ الفي. والفي دي اللي هي البوتنشال ديفرنس، يعني اللي هي البوتنشال ايه؟ البوتنشال ديفرنس. بس هو مش مديني الدبليو والكيو، مديني الدبليو بس، مثلا مديني الايه؟ مديني الدبليو بس، مش مديني الكيو. طب انا اجيب الكيو ازاي في الحاله دي؟ بضطر ان انا اروح للقانون ده، بضطر ان انا اروح للقانون ده واستخدم الاي والتي علشان احسب القانون ده. وبعد ما بجيب الكيو برجع تاني للقانون ده واحط الدبليو اوفر كيو، بجيب الفي. دي فكره مهمه جدا، او من الحاجات المهمه جدا اللي بتيجي في الامتحانات، من الحاجات المهمه جدا اللي بتيجي ايه؟ اللي بتيجي في الامتحانات. طيب خليني اخد مساله على اللي انا بقوله دلوقتي ده، وانا كده يعني ايه، انا ماليش دعوه بقى باللي بيكتب في التعليقات، انا هاخد مسائل على الموضوع، يعني هاخد مساله على الحته دي. بص كده، ناخد مثلا مساله زي ايه؟ هقول لك انا، ناخد مثلا مساله زي دي، واوعى تقول مثلا دي مساله سهله مش هتيجي، لا مساله مهمه جدا. المساله بتقول لك ايه؟ كالكوليت، احسب كالكوليت الكتريك كارنت انتنسيتي، يعني عاوز يحسب الاي والناس تحسب معايا بقى. ديو تو ذا فلو اوف 6000 كولومز، يعني هو بي بي في كميه الكولومز للكيو، يعني الكولوم دي يعني الكيو 6000 عدى على كروس سيكشن في 5 مينتس. السؤال هنا الناس تكتب لي في التعليقات، هل احنا بنشتغل بالمينت ولا بنشتغل بالسكند؟ يعني انا لو في مساله، المساله دي انا هشتغل بالمينت ولا هشتغل بالسكند؟ هيا شباب، هشتغل بالايه؟ هشتغل بالسكند، صح ولا لا؟ يبقى انا فعلا هشتغل بالسكند، يبقى انا لازم احول الرقم ده احوله لسكند. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هقول له ماشي، الاي القانون اللي هو بيقول ايه؟ اي ايكوال كيو اوفر تي. طيب الكيو هنا ب 6000، الكيو كام؟ ب 6000، والتايم، التايم هنا هو مديهولي في المساله 5 مينت، فانا لازم اعمل 5 تايم 60، لازم اعمل 5 تايم 60 في التايم واحسبها. حد يحسبها لنا بقى، حد يحسب لي ال 6000 ديفايد 5 تايم 60 يدينا ايه؟ شوف كده هيديني ايه؟ هيديني 20. 20 ايه بقى؟ انا بقول بناء على التعليقات بتاعتكم، ماشي؟ ها هيطلع كام بقى يا شباب؟ 20. 20 ايه بقى؟ اليونت، برافو شيرين، قايله ايه؟ قايله 20 امبير، تمام؟ 20 ايه؟ 20 امبير. طيب دي مساله، مساله وقد تكون مساله سهله، يعني هي مش محتاجه حاجه. طيب ناخد مسألة تانية تكون يعني ايه أصعب شوية في الجزئيات دي. فين المسألة التانية؟ طيب لم، طب خليني أقف عند المسألة دي، خليني أقف عند المسألة دي لأنها مسألة مهمة. بص كده يا سيدي، المسألة اللي هي قدامك دلوقتي، المسألة اللي بتقول 47، عشان أنا متأكد إن المسألة دي هتيجي في امتحان قاهرة أو جيزة. يقول لك ايه؟ which one of the following figures represent part of electric circuit، مين في دول بيعبر عن electric circuit، ماشي؟ that contain، التي تحتوي على an ammeter and voltmeter، مين في دول، يعني مين في اللي قدامك دلوقتي ده بيحتوي على الصوره الصح للاميتر والفولتميتر؟ ها يا شباب، انا بحاول اهو اعرض لكم الايه
الاتنين جنب بعض على قد ما اقدر. معلش بقى انتوا عارفين الايه، التكنولوجي فيها حاجات كتير صعبة، يعني على قد ما اقدر كده انا بحاول اجيب الصورتين اهم جنب بعض. الصورة الصح الصورة سي، يعني الناس بتقول ان سي. طب احنا بنقول ان سي ليه بقى؟ هقول لك انا سي ليه. احنا بنقول ان الاجابة سي علشان هو موصل لي الفي، موصل الفي بالشكل اللي انت شايفه ده، ان هو عامله بارل. خليك فاكر دايما ان الفولت ميتر بيتوصل بارل. الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم جدا على فكرة، يعني الكلام اللي انا بقوله كلام مهم، فالناس محدش بس ايه يعني يستهين بالكلام ده. والاميتر متوصل سيريس، يعني انت لو عندك اميتر، الاميتر ده بيبقى جنب الايه، جنب المقاومه كده، يعني تلاقيه جنب الايه، جنب الريزيستنس كده. ماشي. طيب الناس سامعاني ولا في مشكله في الصوت؟ طيب هاخد سؤال تاني، هاخد سؤال تاني. طيب الصورة لو مش واضحة هتلاقي في تلات نقط فوق كده على اليمين، ماشي، بتدوس عليهم وبتزود الكواليتي بتاع الفيديو. ماشي. طيب ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال تاني. والسؤال التاني ده ماشي ليه علاقة شوية بفكرة الكروس بولينيشن، او الفكره بتاعت الجزء اللي احنا خدناه قبل كده. ماشي. عاوز انا ابدا بحاجه بسيطه كده علشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش الموضوع صعب عليكم. خلينا ناخد المساله اللي هي 42. المساله 42 من المسائل المهمه جدا. طبعا هتقول لي يا مستر انا مش معايا الملزمه. ايا كان انت معاك الملزمه مش معاك الملزمه، ركز في اللي انا بقوله دلوقتي. ماشي. ركز في اللي انا بقوله دلوقتي. انا دلوقتي هو جايب لي رسمه، والرسمه دي ما بين نمبر 1، يعني 1 ده مجهول، والتاني ده تي كابيتال تي سمول. ماشي. طيب وجايب لي هنا ان الجزء الاولاني ده لما انا فكيته، لما شفت الجاميتس بتاعته دي اللي اسمها جي، لقيت ان تي كابيتال 2 وتي كابيتال تي سمول. طيب التي كابيتال تي سمول دي، التي كابيتال تي سمول دي بتاعت التي كابيتال تي سمول دي، يعني بتاعت البيرنت ده. البيرنت ده لما اتفك ادانا الجاميتس دي. طيب نمبر 1 لما اتفك ادانا 2 وادانا ايه؟ وادانا الاولاني ده. ركز معايا عشان المساله دي مهمه قوي. وبعدين رحنا عملنا الفيرست جنريشن، لقينا ان الاولاني تي كابيتال تي كابيتال، الاولاني تي كابيتال تي كابيتال. طب هو الاولاني ده بيجي منين؟ ركز معايا عشان المساله دي مهمه. الاولاني اللي هو تي كابيتال تي كابيتال ده بيجي منين؟ بيجي عن طريق ان الاول مع الاول، ما احنا قلنا ان الاول مع الاول بكتبه هنا. الاول مع الاول بكتبه فين؟ بكتبه هنا. طيب وبعدين الاول مع الثاني، بص كده، الاول مع الاول اهو كتبناه طلع ده. وبعدين الاول مع الثاني، الاول مع الثاني اللي هو التي كابيتال تي سمول طلع هنا اهو. يعني الثاني ده اللي هو الثاني واحد ده بتاع التي كابيتال مع التي سمول. طيب يفضل لي ايه؟ يفضل لي ان انا عندي النمبر 2 ده. نمبر 2 هيبقى عباره عن ايه؟ ايه نمبر 2 ده؟ نمبر 2 ده هيبقى عباره عن، او الجزء اللي هو نمبر 2 ده انا هعرفه منين؟ انا هعرفه نتيجه ان لما احط ده على ده هيطلع لي ده. مش احنا قلنا ان التاني مع الاول هيتحط هنا والتاني مع التاني هيديني ده؟ فهو لما حط نمبر 2، ركز معايا بقى عشان هنا الحل اهو، لما حط نمبر 2 مع التي سمول اداني ايه؟ اداني التي سمول تي سمول. اداني ايه؟ اداني التي سمول تي سمول. الناس اللي بتقول مش فاهمه هشرح لكم الحته دي، هشرح لكم الحته دي، لان السؤال ده انا شفت ناس كتير قوي بتتلخبط فيه. ركزوا معايا يا شباب، احنا عندنا حاجه اسمها بولينيشن. البولينيشن ده ان انت تروح تعمل كروس بولينيشن بين حاجتين. انا مثلا نفترض ان بقول لك ان انا هعمل بولينيشن بين تي كابيتال تي سمول. انا عاوز الناس تركز، حتى اللي شاطرين، حتى الشاطرين يركزوا معايا تاني. ماشي. اللايف ده مريم بتسالني اللايف ده هيكون ثابت؟ اه، يعني هتلاقيه بعد الحصه هتلاقيه، واحنا هنطول شويه، احنا قاعدين مع بعض شويه. ماشي. ركز معايا. فانا مثلا عندي تي كابيتال تي سمول، عملت له كروس بولينيشن مع تي سمول تي سمول. ماشي. معلش بقى الصراع اللي جنبي ده. ففي تي كابيتال تي سمول مع تي سمول تي سمول. بحل ده ازاي؟ اولا ده اسمه البي، ده اسمه ايه؟ ده اسمه البي.
بنحطها في مربع اللي هم البيرنت يعني، بقول له ان دول البيرنتس ماشي. البيرنتس دولت هيدونا جاميتس اللي هي الجي، ركز معايا بتحلها ازاي. الجي، الجي ده اللي هو ايه؟ الجي ده اللي هو المكونات بتاعته اللي هو يدينا جاميتس ايه. ما بنحطش طبعا الاثنين دولت يعني، بنقول بنكتب على طول ماشي. فهقول له ان هو هيديني ايه، هيديني اللي قدامك ده هيديني ايه، هيديني ال تي سمو تي كابيتال ده هيديني ايه، تي كابيتال تي سمول ده عنده ايه قدمه، تي كابيتال تي سمول، وده عنده ايه قدمه، عنده تي سمول تي سمول ماشي. بتاخد انت بقى في الفيرست جينيريشن الاف 1 ده بتاخد الاول، ركز معايا، مع الاول بتاخد الاول مع الايه، مع الاول يعني تي كابيتال تي سمول، وبعدين بتاخد الاول مع التاني يعني تي كابيتال تي سمول، وبعدين بتاخد التاني مع الاول يعني تي سمول تي سمول خلاص، وبعدين بتاخد التاني مع التاني يعني تي سمول ايه، تي سمول برضو. لحد هنا، لحد الحته دي مفهومه ولا اشرحها تاني؟ حتى لو الصوره مش واضحه حاول تفهم انا بقول ايه كده، المفروض ان انت مذاكر يعني. لحد هنا مفهومه؟ طيب حلو قوي. انا لو جيت بقى في المساله، لو جيت في المساله وقمت قايل لك انا شلت واحده من دول، يعني جيت مثلا قلت لك ايه، انا حذفت دي كده وقلت لك ان دي نمبر 1. طب ما هي نمبر 1 كده هتعرفها ازاي؟ بتعرفها عن طريق دول، ما هي دي كانت تي سمول تي سمول، لما انا فكيتها ادتني تي سمول وتي سمول، فاهم؟ فهو هيجي يلعب معاك في الامتحان في الحاجات اللي زي دي ماشي. في احمد بيقول لي ايه، هي التي كابيتال دي هايبرد؟ التي كابيتال دي هي الهايبرد. على فكره احنا عندنا كويس انت فتحت الموضوع ده يا احمد، ركزوا معايا يا شباب عشان الحته دي مهمه جدا حتى للناس الشاطره، ركز معايا. بيقول لي انا عندي ثلاث انواع من التريتس، ركز معايا في الحته دي قوي، ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها. حاجه اسمها بيور دوميننت خلاص، وحاجه اسمها هايبرد، وحاجه اسمها بيور، معلش بقى القلم بيكتب بصعوبه شويه، ريسيسيف. ركز معايا، انا عندي حاجه اسمها بيور دوميننت، وحاجه اسمها هايبرد، وحاجه اسمها بيور ريسيسيف. نفترض ان انا واخد صفه اللون الاحمر واللون الابيض في الفلاور بتاعه البي بلانت. انا هشرح كل حاجه ما تقلقوش. في الفلاور بتاعه البي بلانت انت عندك اللون الريد هو الدوميننت، فلما انا اقول لك ان عندي بلانت بيور دوميننت، بيور دوميننت يعني ايه؟ يعني ار كابيتال ار كابيتال. فانا في الامتحان لو جيت كتبت لك في المساله بيور دوميننت تفتكر ان هي ريد، سوري يعني لو قلت لك ان هي ريد بيور دوميننت تفتكر ان المساله دي بتكلمك عن ار كابيتال ار كابيتال. طيب لو قلت لك ان هي بيور ريسيسيف، كلمه ريسيسيف هي الحاجات اللي ديس ابير في الفيرست جنريشن، يعني بتبقى سمول يعني ار سمول ار سمول، يبقى عكس عكس الريد الوايت، الريد بيبقى ار كابيتال الوايت بيبقى ار سمول. فلو قلت لك ان هو بيور ريد، لو قلت لك ان هو بيور ريد خلاص ده يبقى ار كابيتال ار كابيتال. لو قلت لك ان هو بيور وايت او بيور ريسيسيف تقول ان هو ار سمول ار سمول. طب لو قلت لك ان هو هايبرد، اكتبوا لي انتوا في التعليقات بقى، لو هو بيور هايبرد هكتب ايه، ار كابيتال ار كابيتال ولا ار سمول ولا ار سمول ولا ار كابيتال ار سمول؟ الله ينور عليك يا جول، صح، وريم ومنى ومروه زي الفل، يبقى ار كابيتال ار سمول. خد بالك ان دي الهايبرد. طيب نفترض ان انا قلت لك انا عاوز اعمل كروس بولينيشن بين اتنين هايبرد، يعني انا هسيب المساله دي وهبقى ارجع لها بعدين وهاخد بس كده مساله زي مثلا المسألة دي، حلوة قوي المسألة دي، المسألة اللي هي 36 دي. في 36 هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لي هنا كمل اعمل كومبليت للتي كابيتال تي الشكل اللي قدامك ده. انا دلوقتي عندي التي كابيتال تي سمول، لما انا فكيتها ركز معايا ادتني تي كابيتال تي سمول. انا قلت لك ان في بي اللي هي البيرنت والجي اللي هي الجاميتس، لما فكيت التي كابيتال تي سمول ادتني تي كابيتال تي سمول، حلو قوي زي الفل. طب هنا بقى الفزوره نمبر 1 ده لما انا فكيته اداني تي كابيتال تي سمول، يبقى هو اسمه ايه؟ يبقى هو كان اسمه ايه؟ حد عارف؟ ها يبقى اللي انت فكيته ده بقى اسمه ايه؟ تي كابيتال تي سمول، صح كده يا صفوت؟ يبقى تي كابيتال ايه؟ تي سمول، برافو. طيب تعالى نكمل بقى، هو هنا بدا ان هو يعمل ايه؟ الاول ركز معايا، مع الاول اداني تي كابيتال تي كابيتال خلاص، ده في الاف بقى، وبعدين الاول خلاص الاول اهو مع الثاني اداني الثاني اللي هو تي كابيتال تي سمول،
طيب وبعدين خد التاني مع الاول اللي هو تي سمول مع تي كابيتال، اداني تي كابيتال تي سمول، وهيفضل التاني مع التاني، التاني مع التاني بقى هيدينا ايه؟ الله ينور عليك يا احمد يا عثمان، هيداني تي سمول تي سمول، صح كده؟ هيديني ايه؟ تي سمول تي سمول، زي الفل كده. نور بتسالني بتقولي طب هو لو قال دوميننت من غير بيور اكتبيها ار كابيتال ار كابيتال، صح كده؟ هي انا لو هو بس كنت ايه بتاكد. طيب ناخد رسمه بتاعت الريوستات اللي هي انتم مصدعيننا بيها. الريوستات ده يعني ايه؟ الريوستات ده هو جهاز انا عامله تو كنترول ذا الكتريك كارنت انتنسيتي. نقول تاني، دي مراجعه عامه ماشي. احنا بنقول ان الريوستات اتعمل ليه؟ الريوستات ده اتعمل تو كنترول ذا الكتريك كارنت انتنسيتي. طيب انا هسال الناس سؤال، لو انا عملت انكريسنج تو ذا لينس، لو زودت طول السلك، لو زودت طول السلك الانتنسيتي ديكريس ولا انكريس؟ باي انكريسنج ذا لينس اوف واير ذا انتنسيتي ديكريس ولا انكريس؟ غلط. هقول السؤال تاني، هقول السؤال تاني كده، اورال شفوي كده وانت فكر فيه. باي انكريسنج ذا لينث اوف واير، كل ما زود طول السلك الانتنسيتي ديكريس ولا انكريس؟ ديكريس، زي ما الناس كاتبه كده ديكريس. ليه تقل؟ افهم بقى الموضوع ده. الريوستات ده قايم على فكره ايه؟ الريوستات ده قايم على فكره ان انا يكون عندي سلك ماشي، عندي كده مدخل وعندي مخرج، يعني الكهرباء بتخش من هنا وبتخرج من هنا، ويقول لك في هنا فوق حاجه اسمها سلايدنج ريوستات او السلايد اللي فوق ده. يقول لك كل ما السلك يبقى قصير، كل ما السلك يبقى قصير الكهرباء تخش وتخرج بسرعه، فالكهرباء تبقى كتير. انما لو انا حركت الريوستات ده او حركت السلايدر ده، خليت السلايدر هنا، فالكهرباء هتخش تفضل ماشيه في السلك، ماشيه 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 ماشي. طب الله، مش هي كل ما تمشي اكتر كده، كل ما تمشي اكتر كده الريزيستنس بتزيد، اقول تاني الريزيستنس بتزيد وبالتالي الانتنسيتي هتقل. يبقى باي انكريسنج ذا لينث اوف واير، باي انكريسنج ذا لينث اوف واير ذا انتنسيتي ديكريس اند ريزيستنس انكريس، والمقاومه تزيد. حاضر، هحل تعريفات يا جيمر ماشي، بس خليك معايا خلاص. اللايف عنده بيعلق او حاجه يقفله ويفتحه تاني، يعني يقفل خالص الفيديو ويرجع يفتح تاني هتلاقيه ظبط معايا. طيب انا باخد ريفيجن جنرال يا شباب، وقاعد معاكم شويه ومطولين شويه مع بعض علشان الاسئله دي كلها مهمه، و يعني فيها حاجات محتاج ان انا اقولها لكم. انا طالع اصلا يعني ما كنتش هطلع بصراحه لايف، بس انا يعني والله انتوا تعرفوش غلاوك عندي يعني ماشي، فخليني ركزوا يعني، انا قصدي ان انت تركز يعني. بص على الجدول اللي قدامي ده والناس تجاوب معايا. نمبر 1 بيقول لي هنا ايه؟ حاضر هحل تشوز يا نور. بيقول لي هنا صوديوم كربونيت ويز دايليوت هيدروكلوريك اسيد، يا ترى يدينا مين في دول؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة؟ ركز بس في اللي انا بشرحه دلوقتي، ركز في اللي انا بشرحه دلوقتي. حاضر يا احمد رضا، هقول لك الهرمونات دلوقتي. ناخد نمبر 1 ولا 2 ولا 3 لما احط صوديوم كربونات على الدايلوت هيدروكلوريك اسيد؟ الصوديوم كربونات اللي هو Na2CO3. طب انا هكتبها لكم هنا في البورد احسن، هتبقى شكلها احسن. انا بقول لك Na2CO3+HCl. فاكرين الرياكشن ده كان ال Na هياخد ال Cl وبعدين يطلع لي ال H2O صح بلس CO2، صح ولا لا؟ طيب يبقى انا لو حطيت ده على ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي CO2 اللي هو نمبر 4. يبقى نمبر 1 هعمل شرطه كده هتاخد ايه؟ 4. طيب ونمبر 4 دي تاخد مين في دول؟ نمبر 4 دي تاخد مين في دول؟ يا ترى ال CO2 ده بيعمل ايه؟ ياخد نمبر ناخد نمبر بي، يبقى 1 4 بي
14A، يبقى كده بتجاوبه في الامتحان الجاي، ممكن يجي لك على فكره. يعني يقول لك اكتب لي ده في الامتحان، هتكتب في كراسه الاجابه ايه؟ هتكتب له كده سؤال مثلا 3 البوينت نمبر بي، تقول له نمبر 1 4B. طيب حل لي انت بقى رقم 2، الناس تحل رقم 2، قول لي بقى رقم 2 تاخد مين في دول وتاخد مين في دول، يلا حل لوحدك. يعني قول لي مثلا ايه 2 1 سي كده مثلا. اهلا يا نور. الناس لو سمحت تعمل لايك، لان انا احنا 400 واحد واللي عاملين لايك 100. ف طيب حلو قوي، الناس كاتبه 2 3 بي 2 1 سي 2 1 اي 2 1 سي 2 1 سي. طب تعالوا نحلها. اولا صوديوم ويز ووتر، الصوديوم مع الميه ده، الصوديوم مع الميه ده رياكشن لازم تكون حافظه قبل ما تخش الامتحان، لازم تكون حافظه. بيقول لي هنا Na plus H2O هيدينا Na، طبعا البالانس بالانس مش هعمله دلوقتي بس عشان الوقت، NaOH plus H2. يعني انت لما تحط صوديوم بلس ووتر يدينا هيدروجين جاز از ايفولفد طبعا بلس هيت، خلاص. طيب يبقى اول حاجه انا لما احط الصوديوم مع الووتر هيديني هيدروجين، هيديني ايه؟ يبقى 2 1، يبقى كده 2 1 2 1. ايه بقى الهيدروجين ده؟ انا مهم اول حته دي عندي بقى، ال1 سي ال2 1 سي دي اللي هي الايه البوب ساوند، ات رياكت ويز ايه ويز بوب ساوند. حسن بيقول لي اقفل التربو، والله يا حسن انت بتفهم، حسن عارف ان انا مشغل التربو فانا قفلت التربو دلوقتي. ايه هو التربو ده؟ هقول لكم، التربو ده اللي هو ان اللابتوب بتاعي بشغله في المود العالي يعني، ماشي. طيب خلينا نرجع تاني للشرح بتاعنا. نمبر 3 بيقول لي هنا هيتنج بصوديوم نيتريت. طيب يلا بينا نحل. الصوديوم نيتريت يعني ايه؟ كلمه صوديوم نيتريت يعني NaNO3. الصوديوم نيتريت يعني ايه؟ يعني NaNO3. طب ال NaNO3 ده لما اعمل له هيتنج، هيتنج هو بيقول لي هنا هيتنج صوديوم نيتريت هيدينا ايه؟ على فكره هيدينا اكسجين 3 2. ايوه صح. طب و 3 2 ايه؟ ايوه صح، الايه، الله ينور، برافو يا ياسين، جدع ياسين ورباب وفريده زي الفل ما شاء الله، ومعاذ وعبد الله زي الفل، تمام. يبقى الهيتنج ده هيدينا اكسجين، والاكسجين ده هيدينا ايه؟ هيدينا نمبر ايه. طيب انا ما زلت يا شباب باخد ريفيجن وباخد اسئله متنوعه، والاسئله دي ركز معايا وهتلاقي الموضوع سهل. لو انت محبط او حاسس ان انت ملخبط اوعى تحس بكده، انت ان شاء الله تخش تقفل. احنا حاليا بناخد اصعب الاسئله، انما في الطبيعي ان الاسئله تكون سهله شويه. طيب بيقول لي هنا اعمل برولينيشن اف بلاك ميل ماوس بي كابيتال بي كابيتال كروست مع فيميل بي كابيتال سوري بي سمول بي سمول، mention the colors ratios resulting from offspring of first generation and illustrate inheritory basis. طيب تعال نحلها، بالرغم من ان شاطرين وانتوا بتعرفوا تحلوا الكلام ده ماشي، ويعني يا ريت كنا كان في فرصه ان انا اخليكم انتوا اللي تحلوا، بس يعني المتاح معلش بقى. طيب انا عندي بي كابيتال بي سمول، ولا كان بيقول ايه بي كابيتال بي كابيتال؟ هو كان بيقول بي كابيتال بي كابيتال ولا بي كابيتال بي سمول؟ مع بي سمول بي سمول شباب كان بيقول ايه؟ كان بيقول في الاول بي كابيتال بي كابيتال، كان بيقول بي كابيتال بي كابيتال صح؟ بي كابيتال بي كابيتال مع بي سمول بي سمول. احنا اتفقنا ان ده اسمه البي عشان الحاجات دي عليها درجات، والجي بقى الجي هيبقى ايه؟ احنا اتفقنا الجي هنفكهم، يعني بي كابيتال بي كابيتال بي سمول بي سمول. ابتدي بقى خد لي الفيرست جنريشن، خد لي الفيرست جنريشن، فيرست مع الفيرست يبقى ايه؟ يبقى بي كابيتال بي كابيتال بي سمول، ركز. طيب وبعدين الاول تاني مع التاني يبقى بي كابيتال بي سمول، ده هايبرد على فكره وده هايبرد. طيب وبعدين بي كابيتال بي سمول، وبعدين بي كابيتال بي سمول، صباح الفل، ما كلهم كده زي بعض. يبقى all the first generation will be hybrid black،
لان هو هنا بيسمي شكرا يا استاذ نور او استاذ نور مش واخد بالي بقى من الصوره بس غالبا استاذ نور. طيب يبقى البي كابيتال بي سمول ده هو كله هيبقى 100. لا 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 ده انا في غلطه هنا خطيره شادو جيمر قالها. لازم اوريهم الغلطه بتاعتك يا شادو. بص يا عم شادو، الاستاذ شادو كاتب ايه بقى؟ كاتب بي كابيتال 100 كاتب 100 دوميننت. سوري معلش انا لازم اوريهم الغلطه بتاعتك الفظيعه. ماشي كاتب ايه؟ كاتب بص كده على التعليق بتاع شادو جيمر بيقول لي 100 هايبرد دوميننت. في حاجه اسمها 100 هايبرد دوميننت؟ ينفع اكتبوا لي ينفع او لا؟ ينفع اكتب 100 هايبرد دوميننت؟ مش حاجه اسمها 100 هايبرد دوميننت، اسمها 100 هايبرد بس. ما تكتبلوش بس في الامتحان، يعني ما تقولوش 100 بس، ما تكتبش كلمه بس 100 ماشي. 100 هايبرد بلاك، 100 هايبرد بلاك، لان ما ينفعش هايبرد ودوميننت مع بعض. هو في حاجه اسمها هايبرد ودوميننت؟ دوميننت يعني السائده، دوميننت هي الصفه اللي بتغلب. ماشي طيب يبقى برافو زي ما ميد باي مي كتب كده. ماشي حاضر اللايف ده انا هسيبه يا شاهد، هسيبه لان الناس خلاص انا حذفت الناس الوحشه وفضل لنا الناس الشاطرين ما شاء الله يعني. طيب نرجع تاني للشرح، انا هقفل التعليقات بتاعتكم وارجع اكمل. ناخد سؤال تاني. بصوا بقى انا ما كنتش هقول السؤال ده بصراحه، ولكن هو اتكرر في امتحانات، يعني جه في امتحانات فانا مضطر اقوله خلاص. فالناس تركز معايا وتشوف الايه، تشوف السؤال ده عامل ازاي. والله السؤال ده ان شاء الله مش هيجي لكم، بس هو يعني ايه من الاسئله الناس اللي ايه، ناخد سؤال كده للناس الصعبه شويه. يقول لك on adding suitable equal amount of dilute hydrochloric acid ماشي of each represented by 1 2 3 يعني الانبوبه رقم 1 و2 و3 انا حطيت فيهم هيدروكلوريك اسيد. ولو الصوره ما وحشه اقفل الفيديو خالص وافتحه تاني ماشي. فبيقول لي هنا ايه، نقول تاني on adding suitable quantity او amount of dilute hydrochloric acid. انا حطيت هنا HCl وهنا HCl وهنا HCl على ايه بقى؟ على سيلفر، على زنك، على الومنيوم، مره هنا ومره هنا ومره هنا. وبيقول لي قول لي explain the following يعني وضح لي التالي non occurrence of reaction tube 1 التيوب نمبر 1 يعني بيقول لي ليه مش هيحصل reaction في التيوب نمبر 1؟ ليه مش هيحصل رياكشن في التيوب نمبر 1؟ هل حد عنده اجابه للسؤال ده؟ حاضر يا اس، انا بس يعني هاخد بريك بس مش الوقت يعني، فانت حط الموبايل على الشاحن بقى. لا مش لازم تحفظ كل ده يا مهاب، افهم. ليس اكتف برافو، بيكام افتر صح. اقروا التعليقات وركزوا. بيكوز سيلفر ريز سترونجر زين تمام. كل التعليقات بتقول ايه؟ بتقول ان مش هيحصل رياكشن في نمبر 1. هو بيقول لي ايه السبب؟ ايه السبب اوف نون اوكيرنس اوف رياكشن ان تيوب 1 اي او التيوب 1؟ ايوه مش هيحصل رياكشن. بيقول لي هنا مش هيحصل رياكشن بيكوز سيلفر از ليس اكتف ذان هيدروجين سو ات كانت ريبليس ايه ات. حسن كاتب لي سيلفر ليس اكتف بالعربي. المهم ماشي. نمبر 2، بص بقى نمبر 2 ده هو اللي صعب شويه. نمبر 2 بيقول لي جيف ريزون او قول لي ايه السبب او اكسبلين ديلينج اوف بيجينينج اوف رياكشن ان تيوب 3. ليه التيوب 3 هيحصل فيها ان الرياكشن مش هيبدا بسرعه؟ ليه الرياكشن مش هيبدا بسرعه؟ ليه بقى؟ مع العلم ان الالومنيوم اصلا اقوى من الزنك. الله ينور عليك يا احمد صلاح. الالومنيوم اقوى من الزنك، بالرغم من الالومنيوم اقوى من الزنك بياخد وقت او بيعمل ديلي عشان يبدا. هتقول له ايه؟ تو ريموف ذا لاير اوف الومنيوم اوكسايد فيرستلي. يبقى تقول له كده تو ريموف صح كده لان في لاير. حاضر يا عمر. بيقول لي هنا عمر بيقول لي رسمه مش فاكرهم ارسمهم بالله عليك يا مستر سيريس وبارلل. حاضر انا هشرحها لك دلوقتي السيريس والبارلل دي يا عمر. طيب يبقى تو ريموف ذا لاير اوف الومنيوم اوكسايد فيرستلي اند ذن ستارت ذا ايه ذا رياكشن. خلاص الناس تفهم الموضوع ده. يبقى الرياكشن الاول افهم السيلفر
ما حصلش بسبب ان the silver is less active. وبعدين الالومنيوم خد وقت عشان to remove the ايه الالومنيوم ايه layer او الالومنيوم اوكسيد layer. الزنك بقى بيقول هنا الزنك what happened to the rate of reaction when zinc piece لو انا قطعة الزنك converted into small pieces. يعني انا قطعة الزنك دي انا بدل ما هي حتة صغيرة كده انا خليتها باودر. يا ترى الرياكشن ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن ويل انكريس ولا ويل ديكريس؟ لا الاسئله مش تيجي بالصعوبه دي بس انا حبيت اخد اصعب الاسئله دلوقتي. انكريس ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن ايه انكريس. طيب ناخد سؤال تاني للناس بقى اللي عاوزه الباتريس. وتعالوا تعالوا ناخد انا سبت اخر سؤال يا احمد صلاح مش عاوزه يعني انا بس بحاول انجز دلوقتي يعني على قد ما اقدر الاسئله يعني فاهم. طب خلينا ناخد لعمر السؤال ده نمبر 5 ده بيقول لي هنا يو هاف فور سيميلر سيلز. ركز عشان الكلام ده بيجي ماشي. قبل ما نبدا بس لو سمحتوا يعني في دقيقه كده الناس تعمل لايك علشان زمايلنا يعرف وناخد نفسي بصراحه انا تعبت. طيب يعني ايه انا معاكم خلينا نتكلم كده شويه عشان برضو ايه ما نزهقش ماشي. بيقول لك ايه انا دلوقتي لو عندي سيل اربع سيلز عندي فور سيلز والفور سيلز دولت انا عاوز اوصلهم ببعض يقول لك في طريقتين للتوصيل. ركز معايا في طريقتين للتوصيل. الطريقه الاولى ان انت توصلهم حاجه اسمها سيريس كونكشن توصلهم بطريقه اللي اسمها سيريس انك توصلهم جنب بعض السيريس ده ان واحده جنب واحده جنب واحده. الطريقه الثانيه ان انت توصلهم بارلل. طيب نفترض ان انا معايا تو باتريس يعني معايا بطاريتين دي بطاريه مثلا وواحده تانية ماشي. البطاريات دي انا قمت حاططهم بارلل يعني وصلتهم بارلل وصلت ثلاثة فوق بعض كده الثلاثة بارلل وخدت كل النيجاتيف مع بعض والبوزيتيف مع بعض. يا ترى المجموع بتاع الباتريز دي هيبقى مجموعهم فعلا ولا واحدة منهم بس؟ اكتبوا لي في التعليقات بقى يا ترى هيبقى مجموعهم ولا واحدة منهم؟ لو انا وصلتهم بارلل لو انا وصلتهم تحت بعض هيبقى واحدة منهم واحدة منهم صح. طب لو انا وصلتهم سيريس يعني لو انا وصلتهم جنب بعض يعني وصلت دي جنب دي جنب دي تطلع ايه؟ يطلع السميشن بتاعهم يطلع المجموع ايه؟ يطلع المجموع بتاعهم صح كده زي ما زيزو بيقول المجموع ايه؟ المجموع بتاعهم. طيب يبقى انا لو عندي مسألة المسألة دي زي ما هنشوف دلوقتي بقى عاوزني احسب له الحسبة لازم اكون فاهم ان لو وصلتهم جنب بعض ما بتاخد مجموعهم لو فوق بعض بتاخد واحدة منهم ماشي. فأنا هشيل بقى الايه الصورة الجميلة دي ونرجع تاني ايه للمسائل عشان اوريكم الاسئلة بتيجي ازاي. بص كده المسائل بتيجي يقول لي زي المسألة اللي انا كنت لسه عارضها حالا يقول لي ايه يقول لي you have four similar cells. انت عندك اربعة cells. الفور similar cells دولت بيقول لي هنا الالكترو موتيف فورس بتاع كل واحدة فيهم 1.5 الالكتروموتيف فورس بتاع كل واحده فيهم 1.85 الستريب باي دروينج ارسم هاو يو كان كونكت ذم ازاي ان انت تقدر توصلهم تو جيت باتريز اوف اي ام اف 3 فولت. يعني انا عاوز استخدم الاربع بطاريات دولت ماشي ان يديني 3 فولت. طيب خلينا ناخد المساله. انا عارف ان انتوا عارفين الحل يعني انا عارف كويس ان انتوا عارفين الحل بس يعني خلينا نفكر مع بعض. انا عندي 4 سيلز عندي اربع بطاريات ادي واحده اتنين تلاته اربعه. الاربعه دولت عاوز اوصلهم بحيث ان هم يديني 3 فولت وكل واحده فيهم 1.5. طيب انا لو وصلتهم جنب بعض كده بص كده
واحده كبيره وواحده صغيره، يعني كده دي الرسمه دي كده اللي انا رسمتها دلوقتي دي كده، دي معناها باتري، يعني واحده كبيره واحده صغيره، الكبيره دي بوزيتيف والصغيره دي نيجاتيف. فانا لو وصلت الاربعه، ركز كده، لو وصلت الاربعه جنب بعض بالشكل ده وجيت وصلتهم كده، خلاص جيت وصلتهم بالشكل ده، الشكل اللي قدام حضرتك الوقت ده يا ترى مجموعه، سيبك من اللي فوق ده، يا ترى مجموعه يديني 3 فولت ولا يديني حاجة تانية؟ المجموع ده يديني كام كده؟ برافو يا جو، المجموع ده يديك 6. المجموع ده يديك ايه؟ 6. طيب انا عاوز، هتبتدي تلعب بقى، انا عاوز ان انا اوصلهم بطريقة انهم يديني 3. فقال لك ايه؟ قال لك بص، الطريقة الأولى ان انت تحط واحدة كده وواحدة كده وواحدة كده وواحدة كده، الاتنين دول فوق بعضهم، وتوصل الكبير مع بعضه والصغير مع بعضه، وبعدين تاخد سلك تاني كده وتوصل واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وواحدة كبيرة وواحدة صغيرة، وتوصل الكبار مع بعض اهو والصغيرين مع بعض. التوصيلة اللي انا وصلتها الوقت دي، التوصيلة اللي انا وصلتها الوقت دي، دي ب 1.5 ودي ب 1.5 ودي ب 1.5 ودي ب 1.5، شوف الاربعة انا وصلتهم ازاي. طيب الاربعة دول كده بالشكل ده هيديني الاي ام اف بكام؟ بسري، يعني ده حل من الحلول، ده حل كده من الايه؟ من الحلول. تعال ناخد حل تاني، الحل التاني زي ما واحد كان كاتب لي اهو، مين اللي كاتب لي؟ واحدة سيريس والباقي بارلل، سيف، واحدة سيريس والباقي بارلل اهو، واحد اتنين تلاتة، وصلت التلاتة دول ببعض اهم، خلاص مع واحدة بارلل اهي، وتوصل الصغيرين مع بعض اهو، ها دي واحد ونص ودي واحد ونص ودي واحد ونص ودي واحد ونص. طيب مجموع دول كلهم كده واحد ونص اصلا لان هما بارلل اهم، ودي برضو واحد ونص، يبقى مجموع الرسمه اللي انا رسمها لك الوقت دي كام؟ هتطلع 3 برضو، فاهم؟ وطبعا في حلول تانية، يعني الحل التاني ايه؟ الحل التاني اللي برضو كان حد فيكم كاتبه مش فاكر مين، بص الحل التاني يقول لك ايه؟ طب هات اتنين بارلل، سوري اتنين سيريس اهم جنب بعض، خلاص، ووصلهم مع اتنين سيريس برضو اهو، يعني بالتقريب كده. في الامتحان هو اي رسمه هترسمها هيحسبها لك صح ان شاء الله. ها ايه رايكم كده؟ تديني 3 ولا ما تدينيش 3؟ اجاوبها لك حالا يا اس بي احمد. طيب فعلا هتديني ايه 3؟ خليني اروح اخد ال اخد احمد، لا مش 6 لان احنا قلنا دي 1.5 ودي 1.5، دول مجموعهم كده 3 ودول كده مجموعهم 1.5 دول 3. طب 3 مع 3، 3 مع 3 هناخد واحده منهم تبقى 3. طيب احمد كان بيسال سؤال بيقول ايه؟ بيقول ان البنكرياس از دبل فانكشن، او اكتب السؤال تاني يا احمد، اكتب السؤال تاني يا احمد، احمد كاتب اهو، او شو جيمر اهو كاتب، برافو عليك، كاتب بنكرياس، ركزوا يا شباب، بنكرياس از دبل فانكشن. بص البنكرياس ده حاجه بتطلع بتطلع تو هرمونز، بتطلع حاجه اسمها انسولين والجلوكاجون، يعني بيطلع تو هرمونز البنكرياس. انا بحاول اجيب لك السؤال اهو، اجيب لك السؤال عشان بس انا عاوز اقول لك الاجابه بالظبط، يعني عشان ايه تحفظها. عموما بس انت لحد ما الاقي لك السؤال ده، بيكوز ات سيكريت تو هرمونز انسولين اند جلوكاجون، ماشي؟ طيب ناخد سؤال تاني، طيب ناخد بريك يا شباب علشان بس الناس عاوزه تصلي، ماشي؟ انا مش هقفل، يعني هسيب، سوري معلش،
مش هقفل، هسيب كل حاجة شغالة ماشي، بس ايه هوضح ان احنا في بريك خلاص. يعني دي 10 دقايق او 5 دقايق بالظبط، عشان بس زمايلكو يعني ايه يصلوا خلاص. فانا موجود معاكم، ما قفلتش ماشي، بس ال حاضر يا جيمر، انا هحلها لك حالا. بص يا جيمر انا حافظ، بص يعني انا هوريها لك يا جيمر بس كده في دقيقة بالظبط، هوريها لك يا جيمر وخدها سكرين شوت، وانت بعد كده بقى ايه اهي يا جيمر هتلاقيهم تحت خالص، اللي هي نمبر 4 و5. النمبر 4 اللي هي فولت امبير سكند، دي اللي هي الورك، والفولت سكند كولوم ده اللي هو الايه الريزيستنس. شفت انا جبتها لك في ثانيه ازاي؟ شكرا يا استاذ مهيب. احنا حاليا في فاصل يا شباب، يعني حاضر يا جمانة هبصلك عليهم دلوقتي. امتحان هيجي سهل ان شاء الله. خدوا بقى بريك كده يا شباب دقيقتين بالظبط يعني، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، وانا دقيقة بالظبط وهاجي لكم تاني. احنا بندردش مع بعض يعني، احنا طيب هو بص كينج اوف فيلمز دوت، انا هجاوبك على السؤال بتاع الانسولين دلوقتي يا كينج. حاضر. امتحانات القاهرة دايما سهلة. احنا عندنا هنا اللايكات اكتر من المشاهدة، كسرنا القاعدة يا محمد يا طارق. عاوز اقول لكم ان احنا انتوا عاوزيني ولا دي خليها مفاجأة بعدين يعني. مش طيب انا هبدأ كده يا شباب، وان شاء الله الناس اللي بتصلي او كده هتيجي، بس عاوز اوضح
هنقفل يا زياد. زياد بيقول هنعمل ايه بكره؟ هنخش نمتحن نقفل باذن الله. طيب نرجع تاني. ماشي. الريوستات والريزيستنس، سيف يقول لي ايه الفرق بين الريوستات. بص الريوستات ده يا زياد ده الجهاز نفسه، الريزيستنس دي المقاومه اللي السلك بيعملها. يعني الجهاز نفسه اسمه ريوستات، انما السلك بيكون ليه مقاومه اسمها ريزيستنس، الكهرباء وهي ماشيه بتقابل. طيب كان في واحد سالني، واهدوا بقى خالص، اهدوا بقى خالص وركزوا في وركزوا في السؤال اللي انا هقوله دلوقتي. ماشي. معلش انا يعني مش متعود ان انا اطلع لايف دايما. ماشي. فلو في لخبطه او في كلام من ده يعني ايه محدش يدق. يعني كان في واحد كتب لي ايه الفرق. طيب هو اس بي فينوم كاتب الريدكشن والاكسديشن، حاضر اشرحها لك دلوقتي. بس في واحد كتب ايه الفرق بين الانسولين والجلوكاجون. الانسولين والجلوكاجون الفرق بينهم واضح جدا، هوريه لك دلوقتي. شايف اللي قدامك دلوقتي ده؟ ركزوا بقى يا شباب عشان الحته دي مهمه قوي. بيقول لك ان الانسولين ده بيعمل ريديوس، بيقلل الليفل بتاع الجلوكوز. يعني لو واحد عنده الجلوكوز عالي، انا بقلل الجلوكوز ده، بعمل له ريديوس ديكريس عن طريق الانسولين. انما الجلوكاجون ريز. فانت افتكر في الامتحان دايما ديكريس او ريديوس، خلاص الديكريس او الريديوس ده اللي هو الانسولين، خلاص. انما الجلوكاجون ده اللي بيعمل ريز. والاثنين بيطلعوا منين؟ من البنكرياس. عشان كده الراجل اللي كان بيسالني بيقول لي هو ليه البنكرياس دبل فانكشن جلاند، او بيبقى يعني الفانكشن بتاعته مزدوجه، لان هو سكريت ات سكريت تو هرمونز، واحد اسمه انسولين اللي بيعمل ريديوس للجلوكوز، واحد بيعمل انكريس. طيب في حد كاتب لي بيقول لي يا مستر، خلينا ناخد الاسئله كده ايه يعني، خليني معاكم كده على في واحد كاتب لي يا مستر بيقول لي يعني ايه سيفرت. السيفرت ده هو اليونت بتاعت الراديشن. احنا عارفين ان في حاجه اسمها راديو اكتيف اليمنتس. الراديو اكتيف اليمنتس دي هي الاشعه، المواد المشعه. انت مفروض ما تتعرضش في البابليك، في الشكل العام يعني، اكتر من 1 ملي سيفرت. حته الاكسديشن والريدكشن، بصوا بقى هشرح لكم الاكسديشن والريدكشن كده، وركزوا معايا عشان تفهموها. الاكسديشن معناه ليه اكتر من معنى، افهم الحته دي عشان ارجوك تفهمها يعني، عشان هي مهمه قوي. الاكسديشن معناها زياده الاكسجين. الناس تهدى شويه، الناس تهدى وتركز. الاكسديشن معناها زياده الاكسجين او ريموف الكترون، اللي هو لوز الكترون. فلو انا عندي مساله وهوريك دلوقتي اكزامبلز، لو انا عندي اليمنت زي الهيدروجن، الهيدروجن ده اتحد مع سي يو او، فلما طلع لي النتيجه الهيدروجن اتحول ل H2O، يعني ال H2 اتحول ل H2O، كده الاكسجين زاد، كده حصل له اكسديشن. وبنسمي اللي حصل له اكسديشن، في واحد كاتب الجيومتري كانت طويله، يعني احنا مالناش دعوه بالقصه دلوقتي، ركز. فاللي حصل له اوكسيديشن بنسميه ريديوسنج ايجنت. ركزي يا نجوى. ماشي. طيب يبقى يا جماعه ركزوا. ماشي. يبقى انا عندي الاوكسيديشن هي زياده الاكسجين او لوز الالكترون. يعني لو جاب لي في المساله ان في الكترون او في اتوم عملت لوز الالكترون، هي كده حصل لها اوكسيديشن. ماشي. طيب يارا بتسال يعني ايه هايبرد. هايبرد ان هي فيها الصفتين، فيها الدوميننت والريسيسيف. طيب
ناخد بقى شوية كده ايه، ناخد شوية أسئلة سهلة. ماشي، ناخد كده كام سؤال. اقفل بس الشات. الله، ناخد كده ايه يا شباب، ناخد من الامتحانات لو سمحتوا بقى. افتحوا لي الامتحانات، افتحوا لي امتحانات المعاصر، افتحوا لي امتحانات المعاصر على الصفحة 114 question number 2. والناس تحل لو سمحتوا الأسئلة دي وتكتب لي الإجابات في تكتب لي الإجابات في التعليقات. لو معاك المعاصر افتحه. صفحة 114. حاضر، والقاهرة حاضر. هبتدي احل طب معاكم. ماشي، هبتدي احل معاكم. بصوا بقى، ركزوا بقى، مش عاوز كلام خالص. اول سؤال طبعا انا بقوله كده حبا فيكم يعني. ماشي، اول سؤال بيقول لي ذا رياكشن سي ال 2، انا واخد السؤال ده الهدف على فكره، سي ال 2 بلس 2 اي يدينا سي ال. طب انت فهمت ايه من الرياكشن ده؟ انا هشرح لك الرياكشن ده لان هو يعني في ناس كتير مش فاهماه. بصوا يا شباب، انا اتفقت معاكم، والنبي يا جماعه ركزوا في اللي انا هقوله دلوقتي ده، والله حاجه مهمه جدا. احنا اتفقنا ان في حاجتين، حاجه اسمها اوكسيديشن وحاجه اسمها ريدكشن. هقول تاني، في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها اوكسيديشن اهي، هعمل زوم شويه. طب انا ممكن اعمل زوم واعمل هنا كده، بص كده. قلنا اتفقنا ان في حاجه اسمها اوكسيديشن وحاجه اسمها ريدكشن. الاكسيديشن والريدكشن عكس بعض، بس الحته اللي ملخبطاكوا قوي حته ان هو يعمل لوز وجين. انا لو جيت قلت لك ان في اليمنت اسمه ان ايه مثلا، يعني الان ايه ده اتحول لان ايه بوزيتيف بلس الكترون كده، الشكل اللي انت شايفه ده معناه او بيقول ان الصوديوم ده عمل لوز للالكترون. بمعنى ايه؟ ان هو كان ان ايه لوحده اتحول لان ايه ايون اللي هو البلس يعني، مع 1 الكترون خرج، يعني هو كده عمل لوز الكترون. لما يعمل لوز الكترون هو كده حصل له اوكسيديشن. افهم الموضوع ده. طب امتى يحصل له ريدكشن؟ يحصل له ريدكشن لو كان عمل جين الكترونز، لو عمل جين للايه؟ للالكترونات. بمعنى ان انا عندي سي ال، السي ال ده قام واخد خد 2 الكترونز، يعني هو كان سي ال قمت انا ضايف عليه 2 الكترون، هو كده عمل جين، هو كده اكتسب، اصبح سي ال نيجاتيف 2، اصبح سي ال ايه نيجاتيف 2. انا عاوزك بقى تركز في الامتحان، هو عمل، هو قال لك لوز الكترون ولا جين الكترون؟ ما دام قال لك لوز الكترون يبقى كده اوكسيديشن، لو قال لك جين الكترون يبقى ريدكشن. هتقول لي يا مستر ما انا عارف الكلام ده. لا، في ناس مش عارفه الكلام ده. فهمتها كده؟ لا، مش العكس، هي كده صح، مش العكس. يبقى اللي عمل لوز الكترون هي حصل له اوكسيديشن، اللي عمل جين الكترون اسمه ريدكشن. الكلام ده طبعا انا هفكره لك تاني او هفكرك بيه في المعاصر بسرعه. ماشي، طبعا ده كان في اول درس اهو، الشكل اللي قدامك اهو، الشكل اللي قدامك، بص كده، بص المساله اللي قدامك اللي بتاعت السي يو دي هنا اهو. السي يو كان لوحده اهو، كان لوحده قام اتحول لسي يو بوزيتيف مع 2 الكترون خرجوا كده، هو عمل لوز. دايما اللي بيعمل لوز، اللي يبقى لوحده ده كده ويعمل لوز بعد السهم ده، حصل له اوكسيديشن. السهم مكتوب عليه اوكسيديشن اهو. انما لو هو خد الكترونات، اتضاف عليه الكترونات، كده هو حصل له عمليه ريدكشن. فالكلام عندك اهو تاني، يعني ايه اهو، شايف المعادله على فكره، مهم جدا الكلام اللي انا بقوله ده. فعندك المعادله بتاعت ال ان اي اهي، لما فقد الصوديوم، لما فقد الالكترون اتحول ل ان اي بوزيتيف مع الاي، ده كده حصل له اوكسيديشن. طيب المعلومه اللي انا عاوز اقولها بقى، ان الحاجه اللي حصل لها اوكسيديشن بنسميها ريديوسنج ايجنت. لو في مشكله في الصوره
اهو حاضر هعمل لكم زوم. شايف الشكل اللي قدامك ده؟ الشكل اللي قدامك ده حاجة حصل لها اوكسيديشن. ليه؟ لأنها فقدت الكترونات، ولما فقدت الكترونات اما عملت لوز سميناها اوكسيديشن، حصل لها اوكسيديشن بروسيس. واللي عمل اوكسيديشن بروسيس بنسميه ريديوسنج ايجنت، بنسميه ريديوسنج ايه؟ ايجنت. خلاص. وفي اي وقت الفيديو مهنج معاك اقفله وافتحه تاني، يعني اقفل الفيديو خالص اكنك خلصت وارجع شغله تاني. ماشي يا شباب. طب اللي حصل له بقى ريدكشن، اللي حصل له ريدكشن ده اللي هو خد الكترونات، اللي هو خد ايه؟ اللي هو خد الكترونات. ماشي. حاضر. الملزمه موجوده على الفيسبوك، انا هحط لك لينك الملزمه دلوقتي. لينك الملزمه مش عارف احطه. طيب انا مش عارف انت عاوز انهي ملزمه، بس انت عاوز ملزمه الاسئله يعني ولا ايه بالظبط؟ احاول احطها لك. حاضر. طب فهمتوا يا شباب حته الاكسليشن والريدكشن؟ طيب على فكره انا اهم حاجه عندي دلوقتي امتحانات المعاصر، الناس تذاكر امتحانات المعاصر. يبقى اول سؤال ده، اول سؤال عندي ده اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى بقى اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ قول لي. ها هيبقى بي ريدكشن. ريدكشن عشان هو خد ايه؟ عشان هو خد الكترونات. طب السؤال اللي بعده، جينز كنترول هيريديتي ريتس ان ليفنج اورجانيزم باي بروديوسنج ايه؟ نمبر 2، الجين بينتج ايه؟ الجين بينتج ايه يا شباب؟ الجين بينتج انزيمز، صح ولا لا؟ الجين بينتج ايه؟ انزيمز. طيب السؤال الثاني او السؤال الثالث بيقول لي ايه؟ كوانتيتي اوف الكتريك فلو، عاوز الكيو يعني بتاع الكتريك كارنت. ناخد ده كده كابي عشان نعرف نحله. تعالى ناخد ده كابي كده عشان نعرف ايه نحله. السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك quantity of electric flow in conductor on passing electric current intensity 2 امبير، 2 امبير في 20 minute. طيب انا عندي قانون هنا، هو في المساله مديني الاي، الزوم مش باين قوي. هنا هو في المساله مديني الاي، يلا بقى الامبير دي يعني اي. ماشي. هو مديني الاي ومديني التي، خلاص، وعاوز الايه؟ وعاوز الكيو. طب ايه القانون اللي كان بيجمع بين الثلاثه؟ هقول له ان اي ايكوال كيو اوفر تي. طيب هو هنا في المساله مديني الكيو، لا مش ده، هو عاوز الكيو. خلاص. طيب هو انا على جنب كده كاتب له ان الكيو ايكوال اي تايم تي، ما انا خرجت ده خلاص بره، فاهم؟ انا عاوز الكيو اصلا. طيب اللي هي هتساوي ايه؟ الاي ب 2. هل ينفع بقى احط ان التي ب 20 ولا لازم احول ال 20 دي لسكند؟ هقول له لازم احول ال 20 لسكند، فهزود 60، هعمل تايم ايه؟ 20 تايم 60، ويطلع الرقم. يطلع كام بقى الاجابه؟ دي صح كده، ايوه 2 تايم 20. صح يا ايمان، 100 100. يطلع متهيألي 240 400، صح؟ يطلع 2400. تمام. ناخد سؤال تاني، احنا شغالين في الاسئله على فكره، انا بشوف التعليقات بتاعتكم كلها بس ده مش ظاهر عندكم في السكرين. طيب السؤال نمبر 10، هرمون ويتش ريجوليت ذا ليفل اوف كالسيوم، مين اللي بينظم الكالسيوم في الدم؟ كالكيتونين اللي هو او الكالس، على فكره بتتنطق كالسيتونين صح برضو كده، واضح اهو. ما معلش بقى الزوم بتاع اللابتوب، هعمل ايه؟ تاني. طيب ناخد ساينتفك يا شباب. طب قبل الساينتفك نرجع للقاهره عشان بس نبص على القاهره بصه كده. هاخد اللي تشوز برضو بتاع القاهره، هاخد اللي تشوز اهوت كده، ايه هاخده كده سكرين شوت اهو، واروح ايه اشتغل فيه معاكم. حاضر اهو كده بقى واضح اهو اكتر. طيب ان ادنج سيلفر نيتريت، السيلفر نيتريت ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اي جي
NO3، ركز معايا، solution to sodium chloride. يعني انا ضفت ده للصوديوم كلورايد، اللي هو ايه الصوديوم كلورايد ده؟ اللي هو ال NaCl. ده هيدينا ايه؟ هيدينا بريسيبتيت لونه ايه يا شباب؟ ها يلا ركزوا، هيدينا وايت صح؟ لان هيطلع ايه؟ هيطلع AgCl بلس NaNO3. طيب يبقى ال AgCl ده هو ال A البريسيبتيشن اللون وايت. طيب نمبر 2، ذا ادرينالين هرمونز از سيكريتد فروم ايه؟ الادرينالين ده بيطلع من ايه؟ سهله قوي، يا رب تجي لنا بكره، دي سهله قوي. ادرينال جلاند ده هو من اسمه يعني، يا رب تيجي. ماشي؟ طيب ال نمبر 3، charges which transmit by constant current with 1 امبير in 1 second بتسمها ايه؟ طبعا اسمها كولم. خلاص العلاقه بين الامبير والسكند، ما هو امبير اللي هو الانتنسيتي والسكند اللي هو التايم، علاقه الانتنسيتي مع التايم ده اللي هو الكوانتيتي اللي هي الكولم، صح ولا لا؟ طيب سؤال تاني، the oxygen O2 evolve by heating ايه؟ مين في دول يطلع O2؟ سؤال مهم قوي الايه. طب سؤال تاني، سؤال تاني ده من عند انا، مين في دول يطلع كربون دايوكسيد؟ مين في دول يطلع كربون دايوكسيد؟ سي، صح كده، الله ينور عليك، برافو يا ملك، برافو يا يوسف وفايبر، صح كده، وفهد والشباب كلهم ما شاء الله عليكم يا شباب، ان شاء الله تقفلوا والله. طيب ناخد سؤال تاني، نمبر 5، ذا بنكرياس سكريت هرمون كولد ايه؟ البنكرياس بيطلع هرمون ايه تو ريديوس ليفل اوف شوجر. احنا اتفقنا اللي بيقلل مين؟ اللي بيقلل الجلوكاجون ولا الانسولين؟ انسولين. يبقى فهمنا كده، احنا اتفقنا ان في واحد بيقلل وواحد بيزود. ناخد سؤال تاني، نطلع سؤال عشوائي، يعني بص انا هطلع سؤال عشوائي كده، انا كده فعلا مطلع سؤال عشوائي. ماشي؟ فتعالوا نبص كده على السؤال ده، ناخد المساله اللي فوق. على فكره انا مطلع مساله عشوائيه في صفحه رقم 137 في المعاصر، لو انت معاك المعاصر فانت ايه، انا مطلع عشوائي على فكره، يعني انا مش قصدي ان انا اخد ده، فنعتبره يعني ان ايه، ان ده سؤال مهم ونقعد نركز فيه. بص كده، بص المسألة دي، نفترض المسألة دي جت لنا بكرة، بص بقى أنا هفكر إزاي، ركز معي، أنا في صفحة 137 خدت سؤال عشوائي كده، ماشي؟ بيقول لي هنا إيه؟ calculate the ammeter reading، وجايب لي رسمة، يا جماعة ركزوا لو سمحتوا. ماشي؟ الرسمه دي جايب لي هنا الاميتر ريدنج. الاميتر ريدنج يعني ايه اميتر؟ يعني الانتنستي، يعني عاوز يحسب الاي. انا علشان احسب الاي محتاج ان انا اعرف كذا حاجه، محتاج ان انا اعرف، ممكن اعرف الكيو والتي، او هنا في المساله هو مديني الفي ومديني الار، يعني مديني هنا الاوم، الاوم دي اللي هي الار، خليك دايما ترجم الحاجات كده، ومجموع الفيهات دي، مجموع الفيهات دي كلها هو الفي، مجموع دول كلهم هو الفي. طيب حد يعرف يقول لي المساله دي كده على الوضع ده، الفي بتاعتها اللي هي الالكتروموتيف فورس بتاعتها بتساوي كام؟ الدرو هيجي، بس هيجي سهل ان شاء الله، ب 10، في واحد بيقول 11 وناس بتقول 10، بنشوف يا زيزو، وفي بقى ايه كوجي كاتب 15 اصلا، تعال نقراها. اولا انت عندك هنا، سوري معلش، 3 و 3 دولت متوصلين هم مع بعض، ومعاهم ال 4 وال 4. طيب ال 4 وال 4 دولت كده، دولت بارلل، ركز معايا، وبالتالي هناخد واحده منهم بس، يعني دول كده كلهم، دول كده في 4، اللي في النص دول كده في 4، بلس دي 3 اهي، ودي كمان ب 3، يعني 3 بلس 4 بلس 3
يعني هيدينا 10. برافو الناس اللي كتبت 10 زي الفل. خلاص يبقى ال V equal ايه؟ ال V equal 10 فولت. طيب والأوم اللي هي الار، الار بتساوي 4 ايه؟ 4 اوم. طيب يبقى الاي هو عاوز يحسب الاميتر بقى، يبقى قراءة الاميتر هنا هتساوي كام؟ هقول له ان انا عندي قانون اصلا، القانون ده بيقول ان الار equal V divide I، الار equal V divide AI، هو عاوز الاي يبقى هطلعها برة ودخل مكانها الار، يبقى الاي equal V divide R، V divide R. يبقى انا هعمل ايه divide ايه؟ هعمل 10 divided R اللي هي ب 4، يطلع كام؟ يطلع 2.5. الله ينور عليكم. لا انت حسبت غلط يا محمد يا ايمن، خلي بالك يا محمد يا ايمن ان انا عندي القانون بيقول ايه. القانون بيقول ان R equal V divide I، انا عاوز الاي، هخرج الاي برا وادخل الار جوه، يعني الاي هتساوي V divide R. كينج اوف فيلمز بيقولي ده لاب بريدتور. ده لاب بريدتور هيليوس 300. عاوز اقولك ده اعلى لاب في العالم يعني. ما شاء الله يعني، انا بحب اللابات اصلي يعني. ماشي طيب نرجع تاني للمسائل. طيب كالكوليت دي هتاخد مننا وقت، بس خلينا ناخد بقى السؤال السهل ده. السؤال ده برضو مهم قوي، السؤال اللي هو اللي قدامنا ده جميل قوي. السؤال ده ركز معايا، بتيجي الحاجات دي في القاهره على فكره، يعني القاهره والجيزه واسكندريه والكلام ده وبقيه المحافظات بيجي الكلام ده. يعني ما تقولش ده امتحان مثلا محافظه الشرقيه، على فكره انا في صفحه 137، ما تقولش ده امتحان محافظه الشرقيه فمش هيجي لنا، مفيش الكلام ده. طيب بيقول لي هنا ايه؟ look at the following figures and then answer. بص على الشكل ده وفكر. ماشي بيقول لي هنا ايه؟ current intensity و التايم، وجايب لي هنا ده رسمه وده رسمه. قبل ما نبدا خالص بيقول لي هنا what is the type of electric current represented by each graphic. مين في الاثنين دولت؟ مين في الاثنين دولت؟ او كل واحد فيهم اسمه ايه؟ نمبر ايه؟ حد يقول لي نمبر ايه اسمه ايه؟ روني كاتب كاتبه دايركت والترنيتنج، اسمها الترنيتنج مش الترناتيف يا شروق. حاضر بس انا بهدي الجهاز شويه عشان الجهاز سخن قوي. اللي بيقول لي اقفل التربو، انا عارف ان في صداع بس معلش بقى. طيب دايركت والترنيتنج، ركزوا معايا الكلام ده بيجي على فكره. What is the name of source that generate current of each graph؟ نمبر ايه المصدر اللي بيطلع لي الايه؟ دراي سيل، صح كده الدراي ايه؟ الدراي سيل. انما الالترنيتنج اللي هو البي ده بيطلع من ايه؟ من الالكتريك جنريتور او من الداينامو. طيب نمبر 3 which of the two types of electric current is better and why؟ مين في الاثنين احسن؟ هو ده سؤال بقى عام شويه، يعني انت لو هتختار تختار مين؟ هختار الالترنيتنج، هختار الالترنيتنج. ليه؟ لان الالترنيتنج كان بي كونفرتد. ماشي الالترنيتنج كان بي كونفرتد، ينفع ان هو يتحول لدايركت. الالترنيتنج ينفع ان هو يتحول لايه؟ ينفع ان هو يتحول لدايركت. ماشي طيب ناخد سؤال تاني، ما زلنا شغالين يا شباب بشكل عشوائي. هنزل برضو كده شويه واخد سؤال بشكل عشوائي. تعالى ناخد ناخد ايه؟ ناخد مسألة، ناخد مسألة، ناخد المسألة دي. تعالى نفكر في المسألة دي مع بعض. ماشي هسيبكم لمدة دقيقة بالظبط تفكروا في المسألة كتفكير كده، واللي مش عارف عادي يعني، انت ما تحبطش يعني عادي فكر في المساله بالراحه. المساله بتقول لك كالكوليت ذا كوانتيتي اوف الكتريك، انا واخد المساله عشوائيه. ها المساله بتقول لي كالكوليت ذا كوانتيتي اوف الكتريك كارنت باسنج ثرو كوندكتور، احسب الكوانتيتي، عاوز يحسب الكيو هوز ريزيستنس از 2200 ان 2 مينتس وين اتس كونكتد تو ا سورس
with electric potential 220 volts. فكر في المسألة. طيب لو الشاشة مش واضحة عندك فأنا في صفحة 144 في المعاصر. لو الصفحة مش واضحة عندك أنا في صفحة 144 في المعاصر. لو الصورة واضحة عندك ابتدي اشتغل. الله ينور. في ناس راحت عملت 220 divided to 1000. صباح الفل. غلط جدا. غلط. ولا صح؟ غلط ولا صح؟ غلط جدا. انا مصدوم فيكو. السؤال عاوز في ناس بتقول 2200 divide 20 ايه ده غلط. طيب كويس ان انا بقى عرضت المسألة دي لان دي مسألة اصلا بتيجي خلاص. فتوقع ان هي هتيجي. قبل بس ما نكمل استاذنكم الناس بس تعمل لايك عشان نحل المساله دي. وعلي الكواليتي. يعني انت لو تعرف تعلي الكواليتي اكيد بتعرف تعلي الكواليتي. بس الناس تعمل لايك لان في مشكله عندي في اللايف حقيقي مش بهزر. يعني لما الناس ما بتعملش لايك بيبتدي ان هو يخرف الاضاءه. يعني بتحصل مشكله كده لما الناس تعمل لايك بيبتدي ان هو يسبورت الفيديو يعني غالبا. المهم تعال نحل المساله دي بقى وركزوا عشان انا زعلان منكم. في منكم بيخرف كتير في المساله دي وفي ناس حلها كتير صح على فكره. اولا هو بيقول لي ايه؟ هو بيقول لي ان انا عاوز احسب الكوانتيتي. الكوانتيتي اللي هي الكيو. ركز بقى معايا. الكوانتيتي اللي هي الكيو وبيقول لي باسنج ثرو كوندكتور هوز ريزيستنس 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 اللي هي الار ب 200 سوري ب 2200. ركز معايا ماشي. 2000 ايه 200 in 2 minutes. 2 minutes اللي هي التايم. حلو. طيب when is connected to a source with electric potential difference 220 اللي هي الفي. انا عاوز الكيو. انا عاوز الكيو من خلال المعلومات اللي قدامي دي. طيب هي الكيو بتتحسب ازاي؟ الكيو علشان تحسبها ليها اكتر من قانون. في القانون بتاع I equal Q over T. خلاص ال I equal Q over T. لو هو مديك ال I هو في المسألة هنا مش مديك ال I أصلا ماشي. فاركن القانون ده على جنب. القانون التاني اللي هو ال V equal W over Q. ساعتها ممكن أحسب ال Q. هو في المسألة دي مديني ال W مديني ال V برضو مش مديني ال W مديني ال V. فهضطر إن أنا أرجع للقانون الأول تاني. ركز معايا بقى. أنا بفكر أكنك في الامتحان. هضطر ارجع افكر هنا تاني. انا معايا ال T بس مش معايا ال I. طب ما تروح تحسب ال I. روح احسب ال ايه؟ روح احسب ال I. طب احسب ال I ازاي؟ قال لك اصل في قانون بيقول ان ال R equal V divide I. ال R equal ايه؟ ال R equal V divide I. ثواني معلش. طيب هحسب الايه؟ هحسب الاي ازاي؟ هحسب الاي عن طريق ان انا اقول له ان الاي ايكوال في ديفايد ار. طب انا معايا الفي في المساله. انا معايا الفي ايه؟ في المساله الفي ب 220 خلاص؟ والار بكام؟ والار ب 2200. فهضطر ان انا اعمل كام ديفايد كام؟ هعمل 220 ديفايد 2200 وهيطلع رقم. هيطلع ايه؟ هيطلع رقم. الرقم ده اللي هو الايه؟ الاي. الاي اللي هيطلع ب 0.1 غالبا. يبقى الانتنسيتي طلعت بكام؟ الانتنسيتي طلعت ب 0.1. طيب هروح ارجع بقى هنا تاني لل 0.1. الاي دي ب 0.1 والتايم التايم هنا ب 2 minutes. يعني ايه 2 minutes؟ يعني 2 تايم 60 اللي هي ب 120. يبقى الاجابه هتبقى 120 تايم الايه؟ تايم ال 0.1.
تطلع بكام بقى؟ ايوه هتطلع 1000 ايه، ولا تطلع 12 بقى، تطلع 12. هقولها بقى من الاول تاني بهدوء كده، هقولها من الاول تاني بهدوء ماشي، احذف لكم كل الكلام ده، هعملها لكم الاول تاني عشان الناس بس ايه، الناس اللي كانت مش مركزة. ما هو انا عشان كده بقول للناس اعملوا لايك عشان الصوت، عشان مشكله الصوت دي حقيقي في سبورت ناقص في الفيديو، يعني في حاجات انتم ممكن ما تفهموهاش يعني، بس لما الفيديو بيطول قوي بيبتدي هو ايه يبوظ الفيديو عشان الناس تمشي. طيب ركز معايا، المساله دي يا شباب المساله دي انتم ما عرفتوش تحلوها، وعلى فكره توقع انها تجي لك، هتساوي بتنجان. ميزو بيقول لك هتساوي بتنجان يا عم ميزو، ركز. ال هو المسألة دي عاوز الكوانتيتي، ركزوا معايا، عاوز الايه؟ عاوز الكيو، و الكيو دي مديني شوية معلومات عشان اجيبها. انا ركز معايا، ايه المعلومات اللي مديها لي؟ مديني الاوم، مديني 2000 اهو، الار هكتب على جنب كده، ار ايكوال 200 سوري 2200 اوم، ومديني ايه 2 minutes، 2 minutes اللي هي تي، ال 2 minutes هقول له 2 تايم 60 اللي بتساوي 120 سكند، ده حل المساله بالراحه اهو. ومديني ايه تاني؟ ومديني الالكتريك بوتنشال اللي هو الفي بتساوي 220 فولت، وعاوز ايه؟ وعاوز الكيو. دي كده البيانات بتاعت المساله، دي كده الايه الانفورميشنز اللي هو مديها لي. خلاص حلو قوي، عاوز هو يحسب الكيو. طب علشان احسب الكيو انا عندي قانون بيقول ان الاي ايكوال كيو اوفر تي، انا معايا التي بس مش معايا الاي، فهضطر اروح احسب الاي، هحسب الاي على جنب. الاي ايكوال ايه بقى؟ الاي هجيبها من القانون بتاع الار، احنا عارفين ان الار ايكوال في ديفايد اي، عشان احسب الاي هقول ان الاي ايكوال في ديفايد ار، فاهم الفكره؟ انا خرجت ده ودخلت ده مكانه خلاص. طيب يبقى الاي ايكوال ايه؟ الاي ايكوال الفي، الفي اللي هي ب 220 ديفايد الاي الار اللي هي ايه 2200، هيطلع رقم 0.1 امبير، ممكن تعمل ايه كابيتال كده. يبقى انا حسبت الاي اهي ب 0.1 امبير، لحد هنا ايه تمام حلو قوي. هاخد بقى الاي اللي هي 0.1 امبير دي، هعمل ايكوال، انا عاوز احسب الكيو، والتي انا معايا التي اللي هي ب 120، خلاص هقول له بقى ان الكيو ايكوال 120 تايم 0.1 بس كده، هيطلع زي ما الناس قالت ايه 12 كولومب. مفهومه ولا في حد مش فاهمه برضو؟ طيب ناخد اسئله تاني، هبتدي اكتب ساينتفك ترم او احل ساينتفك ترم، والناس تركز لو سمحتوا. واضح ان الكلام من المعاصر بيبقى مش واضح، فانا هاخده كده. نكمل ولا نقف لحد كده يا شباب؟ نكمل حل ولا نقف لحد كده؟ طيب ناخد سؤال، ناخد حل كده لو سمحتوا، لو سمحتوا اللي يكتب لي الاجابه، لو سمحتوا اللي يكتب لي الاجابه يكتبها كامله. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انك انت اكتب لي 1 كذا 2 كذا في نفس الكومنت، في نفس الكومنت، ما تكتبليش كومنتات مختلفه، لان انا انت ليك كومنت واحد كل دقيقه. فلو سمحت حل اللي قدامك الوقت ده ماشي، لو انت عاوز تشوفه من المعاصر او عاوز تعرف هي صفحه رقم كام في المعاصر، هي صفحة رقم 145 في المعاصر.
هي 145 في المعاصر، بس بص على الشاشة كده وحل. لا ما تكتبليش 1 كذا، اكتب كله في كومنت واحد، اكتبهم الإجابة مرة واحدة. والناس تبص على التعليقات يعني تشوف، وممكن تزود الكواليتي بتاعت الفيديو على فكره، يعني ممكن تدوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين او على الشمال وهتلاقي الكواليتي او الجوده، وتختار ايه، وتختار الايه الادفانسد، تختار مثلا ايه او يعني مخصص، تختار ايه الكواليتي تعليها. انا عندي الكواليتي عاليه جدا على فكره، انا بعمل لايف ستريم بكواليتي انترنت عاليه يعني. ماشي يا عم مؤمن، اهلا يا عم مؤمن. بص على الشاشة وحل. طيب محمد سيد جاوب او لا ما جاوب، ده سؤال. الاجابة السؤال ده كتبته ده الكتريك بوتنشال. ها طيب انا هاخد اجابة محمد او هاخد اجابة حبيبة. بصوا بقى ركزوا معايا، حبيبة قالت ان اول سؤال كاتاليست. ايه هو بقى السؤال؟ بيقول كيميكال سبستنس. الناس تركز معايا لو سمحتوا، لو ركزت هتستفيد جدا على فكره. اللايف ده كل سنه بيجي منه الامتحان على فكره، او بيجي يعني شبهه يعني، او بيجي منه اسئله كتير يعني. ماشي اول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان اول واحد كاتاليست، بيقول لي هنا كيميكال سبستنس which change speed of chemical reaction، ده اسمه كاتاليست. السؤال الثاني بيقول لي a chemical reaction in which exchange occur between the ions of two different compound to form a new compound. بيقول لي هنا ان two different compounds، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه double substitution او substitution reaction، بس مش شرط double. لا يا لا يا فهد يا فهد، انت كاتب number 2 speed of chemical reaction. number 2 يا اما تكتب substitution بس، يا اما تكتب double substitution reaction. السؤال الثالث بيقول لي individual who carry similar pairs of hereditary genes whether the genetic pairs dominant or recessive. اغلبكم اتلخبط فيها، هي المفروض بيور لان هما similar pairs يعني متشابهين، يبقى الاجابه بيور. ماشي السؤال الثالث the state of conductor، معلش الصوره راحت، اين ذهبت ايتها الصوره؟ عايز اقول لكم من اصعب الحاجات اللي في الكون انك تعمل لايف ستريم وتقعد تلعب في الشاشه كده، يعني انك تظبط الحاجات دي والله صعبه فوق ما تتخيلوا يا شباب، فمعلش انا اسف لو في لخبطه. خلاص يبقى ده الكتريك بوتنشال او الكتريك بوتنشال او الكتريك بوتنشال اوف كوندكتور. يعني اخر واحد انكريز اور ديكريز اوف سيكريشن. والله السؤال ده ممكن يجي بكره، ده اسمه هرمون ديس اوردر، انكريس او ديكريس للسكريشن اوف وان هرمون. يعني انت دلوقتي عندك هرمونات في الجسم، زياده او نقصان الهرمونات دي، زياده او نقصان الهرمونات دي اسمه خلل هرموني، اسمه هرمون ديس اوردر. اسمه ايه؟ اسمه هرمون ايه؟ هرمون ديس اوردر. ماشي طيب ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال عشوائي، انا باخد اسئله عشوائيه على فكره، وما زلت في صفحه رقم 145. ماشي علشان بس الناس تطمن ان احنا بنعرف نحل. وعاوز اقول لكم من المستويات اللي انا شايفها دلوقتي والله هتقفله باذن الله. يلا سؤال تاني، الناس تحل لو سمحتوا، عاوز الاجابات كلها مع بعض في نفس الكومنت، يعني اكتب لي 1 كذا 2 كذا وهكذا في نفس الكومنت. ويا ريت كده ايه قبل ما تحل في لايك عندك، اعمل لايك. طب لو مش شايف، لو مش شايف ومعاك المعاصر، انا في صفحة 145 في المعاصر. الناس اللي بتتكلم دي هتطرد قريب يعني، احنا هنا عشان نشتغل بس، اللي يعني ايه هنا موجود للشغل بس عشان يستفيد.
طيب خلينا نتفق على حاجة، ان طيب تعال نجاوب مع بعض، تعال نجاوب مع بعض. لو مش عارف، لو مش شايف اسمع السؤال وهتفهم. معلش يا شباب انا والله انا عارف يعني انا والله غصب عني يعني انا نفسي والله ان انا يعني مش عارف اعمل اكتر من كده، بس ده اللي انا اقدر عليه. ومش من الطبيعي ان احنا بنطلع لايف اصلا، بس يعني النهارده كده حبينا ندردش مع بعض شويه. في ثانوي بقى يبقى في لايف كتير ان شاء الله، في اولى ثانوي باذن الله. صوديوم ريبليس ذا فولوينج ميتال ان زير سولت اكسبت مين؟ الصوديوم يقدر يقعد مكان كل دول ما عدا مين؟ ها ما عدا البوتاسيوم زي الفل. مندل كفرد، مندل غطى ايه؟ مندل لما جاب الورده وراح غطاها غطى الاستيجما، غطى الايه؟ غطى الاستيجماس. ماشي يا شباب. لا اخرج. الحنين بتقول لي اكسب وقت واذاكر مع نفسي ولا افضل في اللايف؟ لا انا كده مش هقول حاجات كتير يا حبيبه يا حنين قصدي، فاخرجي بقى كده وريلاكس وقعدي حل، يعني اقعدي حلي مع نفسك. انا كده قاعد بدردش مع الناس اللي عاوزه تقعد تحل. ماشي. استيجماس غطى الاستيجماس. السويت بوتيتو، السويت بوتيتو دي بتعمل ديكومبوزيشن لايه؟ للهيدروجين بيروكسيد. كنا خدنا موضوع البطاطا ده للهيدروجين ايه؟ للهيدروجين بيروكسيد. ماشي. اللي هي سي، يبقى نمبر 3 سي. نمبر 4 ميجرنج يونت اوف ابزوربشن اوف نيوكليير راديشن ايه؟ سيفرت. السيفرت ده يا شباب، السيفرت ده هي اليونت بتاعت الراديشن. طيب وان اكزامبل على الكتروكيميكال سيل، مين في دول الكتروكيميكال سيل؟ الدراي سيل. عاوز اقول لكم الاسئله دي مهمه قوي، الاسئله دي مهمه جدا. طيب الناس في الكومنتات كده اكتبوا لي بتعرفوا يعني بالمستوى بتاع الاسئله اللي قدامكم الوقت ده، بتعرفوا تحلوا ولا لا؟ يعني اكتب لي بعرف او لا. لا وان يعني انت في اللي تشوز ده، في اللي تشوز ده عرفت تحلوا ولا لا؟ طب لو مش عارف اتدرب اكتر، اتدرب اكتر واقعد حل النهارده ما تكسلش، قدامك وقت لسه. ناخد اسئله تانية يا شباب. ناخد الكوريكت اندرلايند وورد، يعني انا في صفحه دلوقتي 146، ناخد الكوريكت ده ونقعد نحله مع بعض. ولو سمحتوا الناس تركز بقى وتحل. يلا الاسئله قدامكم اهي. لو انت مش شايف الصوره واضحه، فانا في صفحه في المعاصر في صفحه 146. ابتدي حل يلا. يا مريم عاوز اقول لك ان اللايف ستريم ده معمول بجوده 720، يعني عاوز اقول لك ان انت هاي كواليتي، يعني فاضل على 1080 حاجه بسيطه بس، انت يعني مش عارف تزود الكواليتي، يعني دوس على الثلاث نقط اللي فوق وهتلاقي تحت الايه الكواليتي. المهم الناس تحل لو سمحتوا، الناس تحل، ركز في اللي انا بقوله ده، حاجات خطيره. يا رب تنجح يا زياد. ادم بيقول لي ادرينال. بص اول واحده دي الدوارفيزم ده بسبب ان في مشكله في انهي هرمون؟ في الجروس هرمون. الدوارفيزم ده اللي هو القزم يعني. ماشي. القزم بيبقى عنده مشكله في الجروس هرمون. ماشي. والموست ميتال كاربونيتس ديكومبوز، الميتال كاربونيت ده اللي هو مثلا زي ايه؟ زي مثلا سي اس او 3 مثلا او سي يو سي او 3، بيتحلل بيطلع السي او مع السي او 2 ديكومبوز انتو ايه اند كربون، هيبقى ميتال اوكسايد. يبقى تاني واحده دي ايه؟ ميتال ايه؟ ميتال اوكسايد. طيب ميتال سبستيتيوت مين؟ الميتال بيقعد مكان مين في الووتر؟ السؤال ده مهم بيجي بقى. الميتال بيقعد مكان، او الميتال سبستيتيوت الهيدروجين، بيقعد مكان الايه؟ الهيدروجين تو برودوس ميتاليك ايه؟ اوكسايد. ذا ميجرنج يونت اوف الكتروموتيف فورس از ايه؟ زي ما انتوا كاتبين كده فولت.
طيب نمبر 5 بيقول لي iron rust is fast reaction. طبعا هنا عاوز اكزامبل على fast reaction اللي هي ايه الفاير ووركس مثلا. ماشي. انا شايف يا شباب ان انتوا والله يعني المستوى بتاعكم مش وحش وانتوا يعني ممتازين، وانا مش هطول عليكم اكتر من كده علشان الناس اللي هتقعد تذاكر تبتدي ان هي تركز في مذاكرتها، وحبيت ان انا بس ابص معاكم كده على الاسئله و يعني تشوفوا تعرفوا تحلوا ولا لا. في ناس بتقول نكمل، انتوا حابين نكمل ولا ايه؟ بص يعني انا طب انا هكمل معاكم شويه برضو علشان الناس يعني انا شايف في ناس لسه، بس اللي عاوز يعني يخرج مفيش مشكله، يعني اللي عاوز يخرج خلاص مفيش مشكله، بس انا هكمل شويه كده يعني في شويه تريكات كده هقول عليها للناس، الناس ايه تركز فيهم. طيب هبتدي احل مساله. ماشي. المساله دي من المسائل المهمه اللي انا شايف ان هي زي ده بيجي، يعني الحاجات اللي زي دي هي اللي بيجي فيها الامتحان. ماشي. بص على المسألة دي، بص على المسألة دي، بس قبل ما نبدأ فيها لو سمحتوا الناس تعمل لايك. في 100 واحد مش عامل لايك، انا عندي هنا لو وريتكم، مش عاوز بقى افتح الموضوع ده، بس لو وريت لكم يعني الاناليتكس عندي التحليل عندي في حوالي 100 واحد مش عامل لايك يعني. طيب خلينا نحل المسألة دي ونبتدي كده الناس تفكر فيها. حاول ايه اصغر شويه كده. اقرا المساله وادي لنفسك مساحه انك تفكر وانا هحلها لك، بس فكر يعني ادي لنفسك مساحه انك تفكر كده. المساله بتقول ايه؟ المساله بتقول ان opposite figure في الشكل اللي قدامك ده، if the electromotive force of each cell is 2 volt، يعني لو كل واحده في دول ب 2 فولت، كالكوليت توتال اي ام اف عند الاي والبي، يعني عاوز يحسب الرسمه اللي قدامك دي بكام. اظن ان هي سهله، يعني اظن ان انت مش محتاج ان انت تفكر فيها كتير. انت عندك هنا 2 و2 دول باربعه جنب بعض متوصلين سيريس، وبعدين عندك 2 بلل اللي هم الاثنين بلل دول مجموعهم 2 2، فاهم الفكره؟ يبقى عندك 2 + 2 + 2، صح ولا لا؟ يعني مجموع كله بكام؟ المجموع كله ب 6 فولت، صح ولا لا؟ يبقى اول حاجه هو سهله 6 ايه 6 فولت. طيب illustrate only by drawing، يعني ارسم فقط. How you can connect these cells to get least electromotive force، ازاي اوصلهم لحد ما اجيب اقل electromotive force. ها ايه رايك بقى؟ ازاي ان انا احصل على اقل الكتروموتيف فورس؟ اكتب لي كده في التعليقات اوصلهم، يعني بمعنى اصح سيريس ولا بارلل. احنا هيجي سهل جدا يا مريان على فكره ان شاء الله، يعني هي هنوصلهم بارلل، يبقى انا هوصل الاربعه خلاص هوصلهم ايه بارلل، واوصلهم ببعض كده كل الصغيرين مع بعض وكل الايه البولس البوزيتيف مع بعض كده اتوصلت ايه ليست بارلل، صح كده زي الفل. ناخد سؤال تاني. على فكرة الأسئلة اللي أنا بقولها دي مش أسئلة وخلاص كده، دي أسئلة أنا بيبقى ليا وجهة نظر فيها ومتأكد إن هيجي منها. متأكد إن هيجي من الأسئلة دي، رغم إن هي أسئلة امتحانات قديمة بس هتيجي.
ناخد مجموعة أسئلة تشوز ونفكر في الأسئلة مع بعض. ناخد مجموعة أسئلة تشوز ونفكر في الأسئلة مع بعض. ابتدي لو سمحت حل، والناس الموجودة كلها لو سمحتوا احنا هنا عشان نشتغل. فاللي حاسس ان هو مش يعني اللي حاسس ان هو قاعد بيتفرج او مش حابب الموضوع يخرج علشان يسيب زمايله يشتغلوا. احنا خلاص كده، احنا هنا انا فضلت كده مع الناس اللي هتكمل بقى، ان شاء الله نكمل الصبح. يعني دي بيج كام؟ هقول لك دي بيج كام. دي في بيج نمبر 148. اكتب لي الاجابات في تعليق واحد. يلا الناس تحل لو سمحتوا، اكتب الاجابات كلها في تعليق واحد. طيب اول واحد تعال نجاوبه مع بعض. speed of chemical reaction can be measured by rate of appearance of one of a substance. بص بقى السبيد اوف كيميكال رياكشن، في حاجه اسمها سرعه التفاعل الكيميائي. ركز معايا في الحته اللي انا اشرحها دي. سرعه التفاعل الكيميائي دي معناها ايه؟ معناها ظهور البرودكت واختفاء الرياكتنت. ايه يا مستر اصلا ايه موضوع الرياكتنت والبرودكت ده؟ خلينا اشرح الموضوع ده بالراحه كده. انت لو بتعمل تفاعل كيميائي فانت عندك حاجه اسمها رياكتنت، الرياكتنت ده بيتفاعل مع بعضه وبيديك حاجه اسمها برودكت. زي ايه مثلا؟ زي ان اقول لك Na plus H2O يدينا ايه؟ دول كده اسمهم رياكتنت، يعني الاثنين دول اسمهم رياكتنت. يدينا ايه؟ يدينا NaOH plus H2 plus heat طبعا. طيب يبقى ده اسمه رياكتنت وده اسمه برودكت. طيب ازاي ان انا احسب حاجه اسمها سبيد اوف كيميكال رياكشن؟ السبيد اوف كيميكال رياكشن سرعه التفاعل الكيميائي، ان المعدل اللي ده بيختفي فيه وده بيتكون فيه، ان الرياكتنت يختفي وان البرودكت ايه وان البرودكت يظهر. ففي السؤال هنا جايب لي ايه؟ speed of chemical reaction can be measured by rate of appearance. ظهور مين؟ ظهور البرودكت. فهمت كده؟ يبقى ظهور ايه؟ ظهور البرودكت. حلو قوي. at end او سوري at beginning of chemical reaction، عند بدايه التفاعل الكيميائي، percentage of reactant بتبقى كام في المية؟ انا دلوقتي هبدا رياكشن اهو، هبدا لسه اهو، فيبقى الرياكتنت نسبته كام اللي انا داخل بيه الرياكشن اصلا؟ 100% 100 ايه؟ 100%، صح كده؟ طيب يبقى at beginning الرياكتنت بتبقى ايه؟ بتبقى 100%. سؤال نمبر 3، to simulate the body organ to respond to emergencies adrenal gland secret ايه؟ الغده اللي اسمها ادرينال جلاند بتطلع حاجه اسمها ايه؟ طبعا بتطلع ادرينالين، صح ولا لا؟ بتطلع الايه؟ الادرينالين. طيب سؤال نمبر 4، راديو اكتيف اليمنت زي ار اليمنت هوز اتوم نيوكلاي كونتين نمبر اوف ايه؟ بيكون عندها ايه الاتومز دي؟ بيبقى عندها نمبر اوف اتومز ايه؟ سوري نمبر اوف ايه؟ نمبر اوف نيوترونز. ماشي. طيب مور ذان نيد ستابيليتي when four cells اربع cells connected in parallel، يعني واحده تحت واحده تحت واحده تحت واحده، وكل واحده فيهم ب 1.5، يبقى مجموع الباترز كام؟ 1.5. برافو. مجموع الباترز هيبقى كام؟ هيبقى 1.8، لان هم بارلل. انت قايل ان انت موصلهم بارلل، فما دام انت موصلهم بارلل يبقى هناخد واحده منهم. انما لو كان قال لي سيريس كان هياخد المجموع بتاعهم. لو كان قال لي سيريس كنت هاخد المجموع ايه؟ كنت هاخد المجموع بتاعهم. ناخد سؤال تاني، واحنا ما زلنا يا شباب بنذاكر مع بعض اسئله بشكل عشوائي عشان نشوف احنا مستوانا واصل لحد فين. خلينا نقفل ده كده وندردش مع بعض شويه.
طيب احنا يعني هديكوا نصيحة تعملوها قبل ما تناموا يعني، ماشي؟ الامتحانات بتاعت القاهرة والجيزة واسكندرية لازم تذاكروها كويس جدا قبل ما تناموا. وبشكل عام، بشكل عام امسك الامتحانات، فاهم؟ و اقعد حل فيها، اقعد حل في الامتحانات زي ما انا كنت بحل كده، واللي يقف قدامك شوفه في الانسر عادي يعني، مش مشكلة، او دور عليه في الاجابة. هتقول لي يا مستر انا خايف. طبيعي جدا انك تخاف لانك شاطر، انت لو مش فارق معاك مش هتحس بالاحساس ده. بس في اسئلة اتأكد ان هي هتجيلك، زي سؤال النيوتراليزيشن رياكشن مثلا. دردش كده، احنا بندردش مع بعض دلوقتي. حاجة زي النيوتراليزيشن رياكشن اللي هو reaction between acid and alkali to form A and A، قولوا لي كده بيكون A و A ال neutralization reaction ده. هيجي سهل جدا، هيجي سهل يا حسين على فكرة، وهفكركم بالكلام ده بكرة إن شاء الله. سولت اند ووتر. طب ركز بس معايا في الأسئلة أنا هقولها دي، أنا هقول لك كام سؤال كده من دماغي وتأكد إن إن شاء الله ممكن يجي منه. لو جه في الامتحان سألك قال لك parts of DNA، they are parts of DNA، parts of DNA يعني أجزاء من DNA، يا ترى دي إيه؟ genes، ركز معايا صح كده. طيب لو جاب لي سؤال قال لي it is chemically consist of DNA and protein، كروموسومز. لما يجي في الامتحان سؤال ويقول لك it is chemically consist of DNA and protein، لما يجي يقول لك consist of DNA and protein هتقول له كروموسومز او كروموسومز، ماشي؟ طيب انا بجيب لك بقى اسئله كده مهم. يجي يقول لك ان عندي حاجه اسمها دايركت والترنيتنج، واعمل لي كومبير، واعمل لي كومبير، كومبير بناء على الدايركشن. افهم الكلام ده يعني، ركز كده معايا. الدايركت كارنت بيبقى ايه، وان دايركشن ولا فاريبل؟ الدايركت صح كده، وان دايركشن، ماشي؟ طيب خليني اطلع لكم، انا في اسئله يعني ايه، متاكد ان الحاجات دي مهمه والناس لازم تركز على الكلام ده. انا بسالكم بقى اسئله شفوي كده، اللي عاوز يخرج يخرج خلاص، انا بس بقى ايه بدردش معاكم في شويه اسئله كده. طيب الثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند سيكريت ايه هرمون؟ الثايرويد دي بتطلع ايه هرمون؟ which is responsible for regulating calcium in blood. ايه اللي بيتحكم في الكالسيوم in blood؟ كالسيتونين صح كده. او السؤال ده مهم جدا، والناس اللي عماله تكتب دي ركز في اللي انا بقوله دلوقتي، الاسئله دي مهمه. طب ناخد سؤال تاني. right scientific term بيقول لك ايه، the opposition، ركز في السؤال ده، the opposition of electric current in cross section of conductor. ايه هو الاوبوزيشن، ايه هي الممانعه اللي بتحصل للالكتريك كارنت؟ resistance صح، الله ينور عليك صح.
سؤال تاني، والاسئله على فكره مهمه جدا بقى، يعني الاسئله انا بقولها دي انا كنت سايبها للاخر كده للناس اللي هتفضل. يعني يقول لك traits can't transfer from generation to another. ايه هي التريتس اللي ما بتمشيش من جيل للتاني؟ acquired. برافو. acquired traits اللي doesn't transfer. طيب سؤال تاني، سؤال تاني بيقول لك ايه؟ chemical substance، ركز معايا في السؤال ده، chemical substance are produced by living organism body to work as a catalyst to increase the speed of vital biological reactions. هقول السؤال تاني، chemical substance are produced by living organism body to work as catalyst to increase the speed of vital biological reactions. enzymes مش هرمون. في حد كان كتب هرمونز، لا هي انزيم. ماشي ماشي، ركزوا في اللي انا بقوله يا شباب، ركزوا في اللي انا بقوله دلوقتي. The gas which evolves when putting sodium in water. H2 صح كده، بنبه بس عليكم ان الاتش بكتب كابيتال. ها سؤال give reason مهم جدا، سؤال give reason بيقول لي ايه؟ using sliding rheostat in some electric circuits. ليه بنستخدم الريوستات في بعض الالكتريك سيركتس؟ السؤال في give reason بيقول using sliding rheostat in some electric circuits. برافو. to control electric current intensity. خليها intensity احسن يا فريدة. ماشي ناخد سؤال تاني. لو في واحد حصل له دوارفيزم، يعني بقى قزم بمعنى صح، هو كده عنده مشكلة في انهي هرمون؟ في الجروس هرمون صح كده، في الجروس هرمون صح كده. برافو. طيب سؤال ساينتفك تيرم، واللي انا بقوله ده كلام مهم مش اي كلام، يعني اللي انا بقوله ده حاجات مهمة قوي. Is breaking up of هقول السؤال تاني معلش. Is the breaking up in reacting molecule أو reactant molecules and the formation of new bonds in the product ماشي molecules that result from the reaction. برافو برافو يا لوجين، برافو يا حسين، أو برافو برافو الناس كاتبة. لا 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 يا يوسف، أنت كاتب chemical activity series غلط. انا هقول السؤال تاني، breaking up of reactant bonds. اول ما تشوف في الامتحان كلمة breaking up انك تكسر، ده اسمه chemical reaction. سؤال بقى، سؤال بقى حقيقي للناس اللي هتقفل بكرة. احنا عندنا اسامي علماء، عندنا بادل اند تاتم وواتسون وكريك. ركز معي، the two scientists mean وسايب لي space were able to discover the means of how genes control the appearance of traits. مين العلماء اللي درسوا how genes control appearance of traits؟
بادل اند تاتم. واتسون وكريك، واتسون وكريك دولت عملوا موديل للدي ان اي، وده سؤال بيجي في الامتحان على فكره كده، ايه تريكايه. واتسون اند كريك عملوا موديل اوف دي ان اي، انما اللي درسوا هاو جين كنترول ذا ابييرنس اوف تريتس ده بادل اند تاتم. انا بقى من خلال انا بسال السؤال ده ليه، واضح ان في ناس مش عارفه تكتب بدل ازاي وتتم ازاي، فاعرف السبيلنج بتاع الاسامي العلماء دول. ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال تاني، او قبل ما ناخد السؤال ده خليني ادردش معاكم شويه، بما اننا خلاص بقى احنا ايه يعني، انا كنت همشي بصراحه يعني، كنت هقفل بقى خلاص وايه، وانتوا اللي اصريتوا. في حاجات بتزود ال speed of chemical reaction، في حاجات بتزود ال speed of chemical reaction زي ايه مثلا؟ زي temperature، زي surface area، زي concentration. طيب انا لو قلت لك مثلا give reason the speed of chemical reaction increase by increasing temperature، تقول لي ايه؟ ايوه due to increase the probable collision. بصوا بقى، في حاجه اسمها التصادم، لما بتزيد الكونسنتريشن او بيزيد درجه الحراره بيحصل تصادم، فالتصادم ده بيزود الايه السبيد اوف كيميكال رياكشن. طيب من فضلكم الناس اللي ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك، لان في حوالي 300 واحد ما عملوش لايك، فانا مستغرب بصراحه يعني، مستغربها جدا بصراحه موضوع اللايك ده. طب خلينا ناخد اسئله تانية. خليكم معايا انا باخد اسئله كده مهمه. طيب لو جه قال لي في الامتحان قارن ما بين الايونيك والكوفيلنت كومباوندز بالنسبه للسبيد اوف كيميكال رياكشن، يا ترى الايونيك فاستر ولا سلوور؟ يا ترى الايونيك فاستر ولا سلوور؟ والله العظيم اللي انا بقوله ده مهم جدا، عاوز اقول لك الاسئله دي في غايه الاهميه. طيب الايونيك فاستر، الايونيك فاستر because the reaction take place between ions، because the reaction take place between ايه؟ between ions، انما الكوفيلنت between المولكيولز، وده سؤال مهم جدا. ناخد سؤال تاني، ناخد سؤال تاني. طب سؤال الفري اير لوبس، الفري اير لوبس اللي هي الايه الودان اللي هي الحره دي، ماشي، فري اير لوبس از ايت ريت دوميننت ولا هيريتري تريتس؟ دوميننت
زي الفل، برافو. طيب is a device that used to measure resistance. ايه الجهاز اللي بنستخدمه عشان نحسب الريزيستنس؟ غلط غلط يا يوسف سعد. الريزيستنس، السؤال ده ازاي تتلخبطوا فيه كده؟ ازاي؟ اوميتر. طبعا اللي كاتب لي اوم واللي كاتب لي اميتر واللي كاتب لي ريوستات اسمه اوم ميتر، او اتش ام ام اي تي اي ار، اوميتر. اوميتر الريوستات ده كنت كنترول انتنسيتي، انما الاجابه الصح هنا اوميتر. ادينا هقول السؤال تاني اهو، هقول السؤال تاني ثواني. السؤال بيقول the device that is used to measure the resistance، اوميتر. طيب طب سؤال بقى تشوز، سؤال تشوز وركز معايا في السؤال ده. بيقول لي ايه؟ ايرون فيلينج رياكت فاستر ذان ايرون بيس. يعني انت لو عندك ايرون فيلينج، لو عندك برادة حديد، بتتفاعل اسرع من حتة الحديد. because it او due to the، بسبب ايه؟ بسبب increase concentration presence of catalyst increase surface area equal mass. غلط، مش natural of reactant، surface area. هقول تاني، انا لما اجيب حاجه باودر وحاجه قطعه كده، الباودر ليه اسرع؟ لان هو هيبقى increase في surface area، تمام؟ increase في surface area. برافو، السؤال ده مهم قوي. سلايدنج ريوستات، سلايدنج ريوستات از يوز تو ايه ان الكتريك سيركتس؟ بيستخدم في ايه في الكتريك سيركتس؟ تو كنترول انتنسيتي، صح كده، بيستخدم عشان يعمل كنترول على الايه؟ على الانتنستي، صح. ناخد سؤال تاني، الناس تركز معايا. according to Mendel first law، انا بقرا السؤال اهو. according to Mendel first law the ratio of one pair of hereditary traits in second generation 1 to 1 ولا كام؟ 3 to 1، صح كده. On adding silver nitrate، لما تحط silver nitrate solution to sodium chloride بيدينا، هل بيدينا براون بريسبتيت ولا بيبقى لونه ايه البريسبتيت ده؟ وايت، صح. نقرا سؤال تاني scientific term. بيقول لي the measuring unit of absorbed radiation by human body. ايه هي الميجرنج بتاعت الراديشن؟ استاذن الناس بس تعمل لايك ضروري عشان هو هيبوظ خلاص اللايف، يعني بالوضع ده في حقيقي انتوا مش واخدين بالكم. ها، ايه هي الميجرنج يونت بتاعت الراديشن؟ سيفرت، صح. كل الاسئله اللي انا بقولها دي اسئله مهمه، مش متوقعه بقى، والجو ده هو هي مهمه يعني، فاهم؟ ناخد سؤال تاني. سؤال مهم جدا.
بيقول لي the disease caused المرض اللي تسبب caused by decrease secretion of thyroxin hormone. احنا عندنا thyroxin hormone اللي بيطلع من الثيرويد جلاند لما يقل بيسبب مرض ايه؟ example على electrochemical cells الباتري، اكتب باتري او دراي سيل. لا مفيش بس الصبح عشان انا هكون مشغول، ده بس ده اللايف الوحيد. سيمبل جويتر، سيمبل جويتر لما اقول لك ديكريس الثيروكسين، لما الثيروكسين يقل يسبب سيمبل جويتر. طيب سؤال سؤال جيف ريزون بيقول لي adding manganese dioxide powder to hydrogen peroxide solution. ليه بنحط هقولك السؤال تاني. adding manganese dioxide، ليه بنحط manganese dioxide على السوليوشن؟ وغالبا دي اخر دقيقتين في اللايف فالناس تعمل لايك عشان انا خلاص انا عندي في السيستم هنا في لخبطه حقيقيا يعني. الناس لو سمحتوا تعمل لايك، انا نادرا ما بقول لكم موضوع اللايك ده بس عشان في مشكله. طيب to increase the speed of chemical a the speed of chemical reaction. تمام ناخد سؤال تاني. الأسئلة دي كلها مهمة يا شباب، لو سمحتوا الناس تخلي ذهنها معايا كده بس لمدة دقيقتين، بس لمدة دقيقتين بس ركز معايا. The cells which can be used to convert the chemical energy into electric energy. ايه السيل اللي بتحول chemical energy to electric؟ ده سؤال مهم قوي بقى السؤال ده. الكتروكيميكال سيل او دراي سيل. طب سؤال بقى، سؤال تاني. الداينامو بيحول ايه لايه انرجي؟ يعني بيحول ايه انرجي لايه انرجي؟ انا لو جيت في الامتحان قلت لك مثلا الداينامو ده بيحول ايه لايه؟ كاينيتيك تو الكتريك، صح كده؟ برافو يا وليد زي الفل. وطبعا الشباب يوسف ورزق وكلكم زي الفل وفهد وان شاء الله في شباب زي الفل. طب ناخد سؤال تاني، سؤال حلو بيقول لك ايه. When there is a sudden decrease in car speed، يعني في نقصان سريع جدا في سرعه العربيه. The sodium acid is decomposed to a gas. لو في نقصان شديد في ال السرعه بتاعت العربيه بيطلع ايه؟ بيطلع نيتروجين فعلا، صح كده. طيب كفاية كده شباب ولا نكمل؟ ممكن يجي equation.
حلو، انا شايف الناس ما شاطرين، الناس ممتازين والله. طيب انا هقف لحد هنا عشان بس ما يبقاش لود عليا وعليكم. ماشي، الساعة دلوقتي 10، الناس تبتدي تتوكل على الله وتشتغل. انا اتبسطت جدا في اللايف ده معاكم. الارقام بتاعتي موجودة على معاكم، لو انتوا حابين ان انتوا في اي وقت تبعتوا لي على الواتساب. لو انا سهران على فكرة، يعني ممكن ان انا ابقى اشوف يعني التعليقات بتاعتكم. لو في اي حاجة ابعتوا لي على الفيسبوك او كده. انا مبسوط ومعلش ان انا طولت عليكم، بس عاوز اطمنكم ان انتوا ما شاء الله ممتازين. اقل واحد فيكم هيجيب درجة حلوة، ف يعني ان شاء الله خير. و ذاكر اقعد ذاكر شوية كده، هتلاقي الموضوع سهل. لو انت مزنوق في الوقت، حل تشوز وحل ساينتفك وحل كومبليت وحل الحاجات دي، وانا متأكد ان انتوا هتقفلوا ان شاء الله. وبكرة يعني الفيديو ده هيفضل موجود، اكتب لي في التعليقات بكرة ان شاء الله بعد ما ترجع حليت ولا لأ. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، وكنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.